السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب نكون ذاكرنا بس الأول الدرس اللي فات كويس وحلينا عليه كتير جدا، ماشي؟ زي ما اتفقنا. طيب النهارده بإذن الله بقى حصتنا التانية إن شاء الله اللي هنتكلم فيها عن سوليد من ضمن السوليدز اللي في السبيس، ماشي؟ هنتكلم فيها يا جماعة عن حاجة اسمها السفير، ماشي؟ السفير طبعا هي كورة زي ما كلنا عارفين. طيب النهارده هنتكلم يا مستر في السفير عن ايه؟ هنتعلم ازاي نجيب الإيكويشن بتاعت السفير، هنتعلم ازاي نجيب ايه الإيكويشن بتاعت أي سفير. تمام؟ طيب الاول بس يا جماعه تعالوا بس نفكر كده مع بعض. احنا زي ما اتفقنا قلنا الحصه اللي فاتت كلمه ايكويشن معناها ايه؟ معناها حاجه بتميز الايه؟ السفير دي عن السفير اختها. على فكره يا جماعه احنا عندنا في الايه؟ في الماس كل حاجه وليها ايكويشن. ماشي؟ يعني كل ستريت لاين وليه ايكويشن. تمام؟ كل بليم وليه ايكويشن. كل سفير وليها ايكويشن. خلاص كده؟ ماشي؟ يبقى احنا عندنا بنحب نعرف كل حاجه بايكويشن. زي ما تقول كده هي دي الاي دي بتاعتها. تمام؟ ماشي، اللي بتميزها عن اختها. تمام كده؟ عشان لو عندنا سفيرز كتير يبقى احنا عندنا كل واحده لها ايكويشن، يبقى احنا عارفين الايكويشن ديت الاي دي بتاعها ايه، الاي دي بتاعها ايه وهكذا. طيب جميل قوي. هو انا يا جماعه دلوقتي عايز تعالى نفكر مع بعض، لو انا حبيت اجيب الايكويشن بتاعت السفير، ايه اللي بيميز السفير عن الثانيه؟ ها تعال بقى نشغل دماغنا كده مع بعض ونفكر مع بعض شويه. ايه اللي بيميز السفير عن الثانيه؟ ها انا سامع واحد بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا مستر على فكره اللي بيميز السفير عن الثانيه السنتر بتاع كل واحده فيهم فين؟ انت عندك حق فعلا، هي اصلا معلش هي السفير اصلا عباره عن ايه؟ هي حاجتين، اي سفير في الدنيا عباره عن سنتر وعباره عن ايه؟ ها؟ ريديوس لينس. مفيش حاجه ثالثه، هما حاجتين بالظبط مفيش غيرهم. يبقى اي سفير في الدنيا عباره عن ايه؟ سنتر وريديوس لينس. تمام كده؟ يبقى اللي بيميز اي سفير عن الثانيه ماشي السنتر بتاعها فين؟ دي حاجه، الحاجه الثانيه الريديوس لينس بتاعها بكام؟ ماشي زي ما انت شايف كده. ما هو في سفير كبيره وفي سفير ايه؟ صغيره. فاللي بيميز السفير عن الثانيه الراديوس لينس بتاعها، مثلا دي مثلا الراديوس لينس بتاعها 2 يونت، دي الراديوس لينس مثلا بتاعها 5 يونت، دي الراديوس لينس بتاعها 10 يونت وهكذا. ماشي؟ تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه السنتر. السنتر مثلا بتاع واحده مثلا في الاوريجن بوينت 0 0 0، السنتر بتاع الثانيه 2 3 4، السنتر بتاع الثالثه نيجاتيف 3 و5 و7. فهو ده اللي بيميز السفير عن ايه؟ عن الثانيه. تمام؟ بس انت عايز تفهمني ايه؟ انا عايز افهمك ان انت عشان تجيب الايكويشن بتاعت اي سفير اول ما يقول لك فايند ذا ايكويشن اوف ذا سفير انت اساله سؤالين، هو سالك سؤال واحد، انت اساله سؤالين. قول له بص اقول لك حاجه، اديني السنتر بكام؟ واديني الريديوس لينس بكام؟ وانا هجيب الايكويشن بتاعت السفير مش هيبقى فيها ان شاء الله اي مشاكل. اتفقنا؟ ماشي؟ يبقى احنا دلوقتي عشان نجيب الايكويشن بتاعت اي سفير انا محتاج ايه يا سيدي؟ ها؟ محتاج سنتر وريديوس لينس. تمام؟ طيب مستر معلش هي الايكويشن بتاعت السفير شكلها عامل ازاي؟ ما هو كل ايكويشن وليها ايه؟ او كل شكل وليه شكل ايكويشن كده خاص بيه. ماشي اقول لك انا بقى، بص يا سيدي اهي الايكويشن اوف اسفير عباره عن ايه؟ عباره عن اسمع بقى اكس ماينس دي باور 2 بلس واي ماينس اتش باور 2 بلس زد ماينس سي باور 2 ايكوال ايه يا جماعه؟ ار باور 2. ايه ده ايه ده يا مستر؟ بس معلش بس واحده واحده كده اصبر لي بقى كده. ايه اللي انت قلته ده؟ اقول لك ايه اللي انا قلته ده دلوقتي حالا. بص يا سيدي احنا هنتفق بس مع بعض على ايه؟ السياق كده عشان نشتغل بناء عليه. اول ما يدينا السنتر بتاع الايكويشن احنا بنسميه ديو اتش وسي زي ما انت شفت. بص ده السنتر بنسميه ديو اتش وسي. اول ما يدينا السنتر انا ارجع السنتر اسميها ديو اتش وايه؟ وسي. تمام؟ طبعا الراديوس لينس هو هيدوها لنا باذن الله، ولو في مشاكل هنتعلم ازاي نجيبها، ازاي نجيب الراديوس لينس دلوقتي. ماشي؟ ده دي اسمها ايه؟ اسمها الستاندرد ايكويشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا سفير. الستاندرد ايكويشن اوف ذا سفير. طيب معلش يا مستر بس ها واحده واحده. بص يا سيدي اهو ادي دي ادي اتش ادي سي. دول كده عباره عن ايه؟ عباره عن السنتر زي ما اتفقنا بتاع الايكويشن، دول السنتر بتاع الايكويشن. والراديوس لينس اهو بص بنرميه بره. خلاص كده؟ ايكوال ار باور ايه؟ باور 2. خلاص؟ يبقى احنا عندنا اكس ماينس دي اول باور 2 بلس واي ماينس اتش اول باور 2 بلس زد ماينس سي اول باور 2 ايكوال ار باور 2. يبقى انت هو هيديك ايه السنتر؟ السنتر ده عباره عن ايه؟ ارقام. ماشي؟ انت حط الدي هنا اللي هو الكوردينيت بتاعت الاكس هنا، كوردينيت الواي مكان الاكس مكان الاتش، كوردينيت الايه؟ الزد مكان السي. تمام؟ وسيب الار بره ماشي؟ وخلاص على كده.
هتقول لي مستر ما بتعملش مستر الاكس والواي والزد دول عباره عن ايه؟ حبيبي اسمها ايكويشن. ليه؟ ايكويشن اصلا معناها ان لازم يكون فيها انون على الاقل. ماشي؟ فالاكس والواي والزد دول هم دول الانونز بتوعنا بتوع الايكويشن. اتفقنا؟ بس كده يا سيدي. يبقى هي دي الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت التسويق ده شكلها. خلاص كده معايا؟ ماشي؟ تمام. يبقى احنا عندنا هنا الدي والاتش والسي دول السنتر بتاع الايكويشن بتاعت السفير. خلاص؟ والار هو الريديوس ايه؟ الريديوس تنس بتاعنا بكام؟ طيب جميل قوي. تعال نشوف بقى مع بعض بس اكزامبل كده صغير عشان خاطر ايه نطبق اللي احنا قلناه. بيقول لي فايند ذا ستاندرد فورم اوف ذا ايكويشن اوف ذا سفير هو السنتر. بس حلو قوي. تستنى مستر بقى كده، ده بيدينا السنتر. اه طبعا بيدينا السنتر، الحمد لله بيدينا السنتر. اول ما تلاقي السنتر اجري عليه واكتب ايه؟ دي واتش ومين وسي. اهو يبقى السنتر بتاعنا دي واتش وسي زي ما اتفقنا. ومدينا كمان راديوس تنس بكام؟ ب 3 يونتس. طب والله يا مستر ده راجل زي الفل وراجل محترم وكل حاجه موجوده الحمد لله بالنسبه لي. يبقى احنا عندنا اول ما يقول لي فاين ذا ايكويشن انا بساله سؤالين، السنتر بكام والراديوس تنس بكام. الحمد لله السنتر موجود والراديوس تنس موجود، اقول له بص كتر خيرك انت كده زي الفل. ها هي الايكويشن شكلها عامل ازاي؟ اقول لك انا هي عباره عن اكس ماينس دي والباور 2 بلس واي ماينس اتش والباور 2 بلس زد ماينس سي والباور 2 ايكوال ايه يا استاذ؟ ار باور ايه؟ باور 2. حط ايه كل حاجه مكانها هتبقى اكس ماينس ها الدي بكام يا جماعه؟ الدي ب 2 باور 2 بلس الواي ماينس ها ماينس، خلي بالك ده ماينس نيجاتيف 1 يعني هتبقى بلس 1 على طول. اهي ماينس نيجاتيف 1 تبقى بلس 1 بلس ايه تاني؟ ها زد ماينس 4 باور 2 ايكوال الريديوس تنس اللي هو كام؟ اللي هو 3 باور 2. بس كده خلاص. ماشي؟ يلا ما تفكهاش على فكره، سيبها زي ما هي. هي اكس ماينس 2 باور 2 بلس واي بلس 1 جت واي دي اب واي بلس 1 باور 2 هنا بلس زد ماينس 4 باور 2 الكلام ده ايكوال 3 باور 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 9. وهي دي يا سيدي الايكويشن بتاعه السفير بتاعتي. وكل سنه وانت طيب. خش على اللي بعده. يلا اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك فايند ذا ايكويشن اوف ذا سفير. اول ما يقول لك هات الايكويشن بتاعت السفير، السؤالين اللي انا بسالهم له دايما السنتر بكام والراديوس تنس بكام؟ قال لي بص اهو السنتر هو الاوريجن بوينت. ايه يا مستر الاوريجن بوينت دي؟ عيب عليك. اوريجن بوينت معناها زيرو وزيرو زيرو زي ما انت عارف، اللي هي دي واتش وسي زي ما اتفقنا. اي سنتر دي واتش وسي. والراديوس تنس بكام يا سيدي؟ الراديوس تنس ب 5. يبقى الحمد لله ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش مشاكل. اهو ده الراديوس تنس. يلا يا سيدي اكتب بقى الايكويشن. هتبقى اكس ماينس زيرو باور 2 ها واي ماينس زيرو باور 2 بلس زد ماينس زيرو باور 2 ايكوال ار باور 2 اللي هي 5 باور ايه؟ باور 2. بس خلاص ماشي. ها بص حسين بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا مستر المنظر ده انا عمري ما شفت مستر زيرو مكتوب كده بالمنظر ده. والله انت عندك حق يا ابني. ماشي. هو في حاجه اسمها اكس ماينس زيرو؟ اي حاجه ماينس زيرو تفضل زي ما هي، زيرو مش لازم اصلا زي ما انت عارف. يبقى دي هتبقى كام يا جماعه؟ تبقى اكس باور 2 على طول بلس واي باور 2 بلس زد باور 2 ايكوال 5 باور 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 25. ودي هي الايكويشن بتاعت السفير. ماشي اللي احنا عارفينها. ها في مشكله لغايه كده؟ كلام سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه الحمد لله. طيب تعال نشوف بقى اللي بعد كده بقى. ماشي حاجه بقى فيها شغل شويه. سيبك بقى من ايه؟ كلام التافه اللي احنا قلناه من شويه، كنا بنسخن بس. طيب بص يا سيدي، هنا بقى بقول لك ايه بقى؟ بقول لي فايند ذا ايكويشن اوف ذا سفير. تمام؟ ايوه صح يا سعاد، انت بتقولي لي ايه؟ الاستاذ سعاد بتقول لي ايه؟ بتقول لي عشان اجيب الايكويشن بتاعت السفير انا محتاج ايه؟ ها؟ سنتر وريديوس. طب تعال نشوف هو مدينا ايه؟ تعال نشوف هو مدينا ايه؟ عاوز اجيب الايكويشن بتاعت السفير اللي فيها الاي والبي. اوعى تتسرعي، اوعى تقولي لي ده السنتر، ده مش السنتر. هو بيقول لك الاي والبي، ما قاليش ده السنتر. هو ما قالش. قال لي بيقول بي الاند بوينتس اوف اتس دايمتر. اند بوينتس اوف اتس ايه؟ دايمتر. يا نهار ابيض يا مستر، ده ولا مديني السنتر ولا مديني الريديس. ماشي مفيش مشكله، ما انت لازم بقى تشغل دماغك شويه. تعال نشوف بقى نتعامل مع الكلام ده ازاي. بص يا سيدي عشان بس نفهم بس الموضوع ماشي ازاي. ادي السفير بتاعتي اهي. تمام؟ المفروض ده ايه؟ ده السنتر اللي احنا عايزينه. هو مديك ايه؟ مديك الاند بوينت اوف دايمتر. يعني ايه الكلام ده؟ اقول لك يعني ايه الكلام ده. يعني بص هو كلنا عارفين الدايمتر يا جماعه لازم يعدي على مين؟ على السنتر. اهو
يعدي على الست. هنا ايه وهنا مين وهنا بي. طب الايه بتاعتنا بكام يا جماعه؟ ها بنيجاتيف 1 و5 و4، والبي بتاعتنا بكام؟ ب5 و1 ونيجاتيف 2. بس هم دول اسمهم دي كده الاند بوينت اوف دايمتر. هو بقى مدينا الاند بوينت اوف دايمتر ومش مدينا حاجه تانيه. بس تعال بقى نفكر مع بعض نشوف بقى هنجيب بقى ايه، ها السنتر والراديوس ازاي. يلا يا سيدي، اول حاجه ماشي فكر بقى معايا، قول لي بقى هجيب السنتر ازاي. ايوه صح تمام والله برافو جدع. بص واحد بيقول لي ايه، بيقول لي يا مستر على فكره يا مستر السنتر هو الميد بوينت بتاع الدايمتر. ايوه صح عندك حق، هو ده دايمتر. السنتر بيعمل ايه في الدايمتر يا جماعه؟ بيقسموا الحتتين قد ايه؟ قد بعض ماشي. يبقى ده معناه ان السنتر هو الميد بوينت اوف ايه؟ اوف دايمتر. تمام كده. يبقى انا اول حاجه يا جماعه عاوز اجيب الميد بوينت بتاعت الدايمتر. ايه ده الميد بوينت اللي هو شغل الحصه اللي فاتت ها؟ ماشي تمام. تعال نشوف بقى الميد بوينت هنجيبها ازاي. يلا قول لي انت بقى الميد بوينت هنا اللي هو السنتر بنجيبه ازاي؟ بنعمل اكسات بلس بعضها اوفر 2. يلا يا سيدي هيبقى نيجاتيف 1 بلس كام؟ بلس 5 اوفر 2، وهيبقى 5 بلس 1 اوفر 2 اللي هي بلس بعضها اوفر 2، والزيادات بلس بعضها هي كمان ايه؟ اوفر 2. هتبقى 4 بلس نيجاتيف 2 اوفر 2. يلا احسب يلا شوف هتطلع بكام؟ هتطلع الاولانيه بكام؟ ب 2، والثانيه تطلع 6 على 2 تدينا 3، واللي بعدها تطلع يا سيدي 2 على 2 تدينا كام؟ تدينا 1. هو ده السنتر بتاعنا والحمد لله حلينا اول مشكله. طب والله كويس الحمد لله. طب تعالى بقى نشوف بقى تاني مشكله. ها ايه تاني مشكله يا جماعه؟ اللي هي ايه؟ الراديوس تنسي بكام؟ ماشي؟ طيب الراديوس تنسي هنا بقى يا مستر بجيبه ازاي؟ تعال بص كده على الرسمه اللي احنا رسمناها. شايف الراديوس تنسي؟ وانا مش شايف اللي هو الام اي هو ده الراديوس تنسي. يبقى ده كده الراديوس تنسي. تمام؟ طب انا عشان اجيب اللينس بتاع الام اي يا جماعه؟ بستخدم قانون مين؟ الديستنس اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت. صح كده تمام. يبقى انا دلوقتي عشان اجيب الريديوس لينس بتاعنا ماشي هستخدم قانون هجيب قانون الديستنس ماشي، هجيب الديستنس ما بين الام وما بين الاي. تمام. طيب دلوقتي في واحده مش عاجبها الكلام ده، قالت لي يا مستر لا يا مستر انا مش هجيب الديستنس ما بين الام والاي، انا هجيب الديستنس ما بين الام والبي. ما هو نفس اللي احنا قلناه مفيش مشكله، انت عملت ايه جديد يعني؟ ما هي بالظبط صح تمام، انت برافو عليك تمام. بس فعلا ما هي اصلا الراديوس تنس ام ايه؟ قد الراديوس تنس ام بي زي ما كنا عارفين، كل الراديال في السفير الواحده قد ايه؟ قد بعضها. فهنجيب الام ايه ماشي، هنجيب الام بي ماشي. طب اقول لك بقى انا احنا كده ده احنا ممكن نجيب الاي بي كلها اللي هي الدايمتر كله ماشي، الديستنس بين الاي والبي كده جبنا الدايمتر، وجبنا الدايمتر اللي يطلع نعمله ديفايدد ايه؟ ديفايدد 2 كده جبنا الراديوس تنس اللي احنا عايزينه. يبقى احنا عندنا هنا يا جماعه في ثلاث طرق اجيب بيهم راديوس تنس مش طريقه واحده. يا اما اجيب الديستنس ما بين الام والاي، يا اما اجيب الديستنس ما بين الام والبي، يا اما اجيب الديستنس ما بين الاي والبي واللي يطلع منه كام؟ ديفايدد 2. بس بدل الطريقه ثلاثه اشتغل زي ما انت عايز. انا عن نفسي هشتغل اجيب الديستنس ما بين الايه؟ الام والاي. خلاص؟ زي ما حسين بيقول بالظبط. يلا يا سيدي هروح عامل سكوير روت اهو. قانون الديستنس بتاع الحصه اللي فاتت ها؟ هنجمع هنعمل الاكسات ماينس بعضها باور 2. يلا يا سيدي الاكسات ماينس بعضها، خلي بالك احنا قلنا السنتر بكام بس عشان ما نغلطش، قلنا السنتر ب 2 و 3 و 1 تمام. يلا يا استاذ يبقى نعمل هنا ايه؟ هنعمل نيجاتيف 1 ماينس 2 الاكسات ماينس بعضها باور 2 بلس الوايات ماينس بعضها، تبقى الواي الاولانيه ب 5 ماينس الواي الثانيه ب 3 باور 2 بلس ها الزدات ماينس بعضها باور 2 يبقى 4 ماينس 1 باور 8 باور 2، واحسب بالكالكوليتور شوف هتطلع بكام؟ هتطلع هنا ب 9، هتطلع هنا ب 4، 9 بلس 4 تدينا 13، 13 هنا هتطلع ب 4 هتدينا كام يا سيدي؟ 13 استنى كده هنا هتطلع ب 9 وهنا هتطلع ب 9 برضه، 9 بلس 9 تدينا 18، 18 بلس 4 هتدينا روت 22. بس كده ده بالنسبه للريديوس تنس بتاعنا روت 22. بس كده بقينا جاهزين. كده جبنا يا جماعه الراديوس تنس بتاعنا هو بكام الحمد لله، وجبنا السنتر بتاعنا بكام. هات بقى الاكويشن بتاعت السفير وكل سنه وانت طيب كده خلاص خلصنا السؤال. يبقى الاكويشن بتاعت السفير زي ما كنا عارفين ها اكس ماينس ها السنتر، احنا قلنا السنتر بنسميه دي و اتش و سي
ماشي. يبقى السنتر اللي احنا جبناه يا جماعه ده بص اهو دي و اتش و سي تمام. يلا يبقى اكس ماينس كام؟ اكس ماينس 2 والباور 2 بلس واي ماينس 3 والباور 2 بلس زد ماينس 1 والباور 2 ايكوال ريدستنس اللي هي بكام؟ اللي احنا لسه جايبينها بروت 20. روت 22 باور 2 اصلا، ما هو الباور 2 بيشيل روت اساسا، هتطلع بكام يا جماعه؟ هتطلع ب 22 على طول. هي دي الايكويشن بتاعت السفير وبس على كده يا سيدي، هو ده اللي احنا عايزينه. ها في مشكله؟ يبقى احنا عرفنا يا جماعه لو مش مدينا الراديوس تنس بنعمل ايه؟ بنجيب الديستنس ما بين، ها الراديوس تنس بنجيب الديستنس ما بين السنتر واي بوينت على السفير نفسها. يبقى الديستنس ما بين السنتر واي بوينت على السفير كده جبنا الراديوس تنس بتاعتنا. طب عرفنا لو حبينا نجيب السنتر بنعمل ايه؟ حبينا نجيب السنتر بنجيب الميد بوينت ما بين الايه؟ الاند بوينتس بتاعت الدايمتر اللي هم الايه والايه والبي. اتفقنا؟ ماشي كده استخدمنا كل القوانين اللي احنا خدناها قبل كده. طيب جميل قوي الكلام ده، مش اي مشكله. ماشي. طيب اقول لك حاجه قبل ما نقلع السؤال اللي بعده، بس انا عايز بس ايه ادردش معاك شويه في اللي احنا قلناه ده. هي الكوش بتاعت السبيد بص اهو. بص شكلها عامل ازاي؟ اكس ماينس 2 باور 2 وهنا واي ماينس 3 باور 2 وهنا زد ماينس 1 باور 2 ايكوال كام؟ ايكوال 22. دي الكوش بتاعت السبيد صح؟ ها اللي احنا جبناه. طيب ما في نلعب الموضوع بطريقه عكسيه شويه. هنفترض ان هو مديني الايكويشن بتاعت السفير وانا عايز اجيب منها ايه بقى؟ السنتر والريديوس. هو الطبيعي ان هو بيدينا السنتر والريديوس وانا بجيب الايكويشن. طب لو عكس الموضوع، لو هو اداني الايكويشن هعرف اجيب منها السنتر والريديوس؟ ها؟ اه هعرف اجيب منها السنتر والريديوس. تعال نشوف بقى نجيبها ازاي. يلا يا سيدي. تعال نشوف بقى اللي بيحصل ايه. دلوقتي ايه رايك؟ هو السنتر اصلا الايكويشن عباره عن ايه؟ شكلها عامل ازاي؟ اكس ماينس دي. ايه ده ايه ده؟ يعني معنى كده ان ديت ايه؟ دي واي ماينس اتش، يبقى اللي بعد الماينس ديت ايه؟ اتش وزد ماينس سي، يبقى اللي بعد الايه؟ اللي بعد الماينس ديت اي سي، بس خلاص. يبقى الريديوس تنس بتاعنا يا جماعه عباره عن ايه؟ السنتر معلش، السنتر بتاعنا. السنتر بتاعنا اللي هو ام، ها؟ عباره عن ايه؟ عباره عن اللي بعد الماينس في الايكويشن واللي بعد الماينس دي واللي بعد الماينس دي. ما انت اصلا هي الايكويشن اصلا انت بتعمل اكس ماينس واي ماينس زد ماينس، يبقى انت بتعكس اللي بعد الاكس واللي بعد الواي واللي بعد الزد. ماشي؟ يبقى انت ايه لما هو يجيب لك الايكويشن وانت تحب تجيب السنتر، خد اللي جنب الماينس بعكس الساين، خد اللي جنب الاكس وجنب الواي وجنب الزد بعكس الساين. هي نيجاتيف بتاخدها بوست، هي بوست بتاخدها نيجاتيف. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ها الريديوس تنس اهو. ما هو مستر هو اللي بره ده ناقصني الايكويشن، بتقول لي ايه؟ اكس ماينس دي باور 2 واي ماينس اتش باور 2 زد ماينس سي باور 2 ايكوال ار باور 2. معنى كده يا جماعه ان ده كده ار باور 2. يبقى لما ده ار باور 2 يبقى الار لوحدها هحطها تحت الروت عشان اشيل الباور 2، يبقى هتبقى روت كام يا جماعه؟ 22. بس كده. بص اهو لو بصيت هنا وبصيت هنا هتلاقي فعلا السنتر روت الريديوس روت 22 والسنتر فعلا 2 3 وايه؟ و1. بس خلاص. يبقى نثبتها بقى قاعده بقى يا جماعه. لما احب اجيب الريديوس خد اللي بره حطه تحت الروت، خد اللي بره حطه تحت الروت، كده جبنا الريديوس. ماشي؟ لما تحب تجيب السنتر خد اللي جنب الاكس جنب الواي جنب الزد بعكس الساينات، بعكس الساينات. يعني بوست بتبقى نيجاتيف، نيجاتيف تبقى بوست. ما تنساش. تمام؟ طيب خش على السؤال اللي بعده وتعال نشوف السؤال اللي بعده بقى بيقول لي ايه؟ يلا يا سيدي. السؤال اللي بعده بقى يا جماعه مدينا ايه بقى؟ اهو هو ده اللي احنا لسه بنلغي فيه دلوقتي. بيقول لي فاين ذا سنتر. اهو بص عاوز اجيب السنتر والريديوس لينس بتاع السفير ومدينا هو الايكويشن عكس السؤال. هو مدينا الايكويشن عاوز اجيب السنتر وعاوز اجيب الريديوس. طب يلا ادي الايكويشن اهي، ها السنتر. يلا يا عفاف هات لي السنتر. احنا هناخد اللي جنب الايه؟ اللي جنب الاكس، اللي جنب الواي، اللي جنب الزد بعكس الساينات. برافو يا عفاف، تمام. يلا تطلع كام؟ تطلع 5 اهي عشان نيجاتيف 5 ودي بوزيتيف 4، يبقى ناخدها بعكس الساين تبقى نيجاتيف 4 ودي بوزيتيف 2 ناخدها بعكس الساين تبقى نيجاتيف 2. ادي السنتر يا مستر، الحمد لله كتر خيرك، شكرا يا عفاف. خش على اللي بعده. عايزين نجيب الريديوس لينس، ها؟ يلا عبد السلام هات لي الريديوس لينس. عبد السلام بيقول يا مستر الريديوس لينس بص اللي بره ده كده عباره عن ار باور 2، فالريديوس لينس ماشي هروح ماسك اللي بره ده احطه تحت الروت دايما. اه دايما.
تطلع بكام يا جماعه؟ تطلع ب 5 لينسيون. حلو قوي. بس هو بقى يا سيدي الراجل طماع شويه، مش عايز بقى يجيب الكلام ده بس، ده عايز كمان يجيب الحاجه اسمها السيرفيس اريا بتاعت السفير. سيرفيس اريا بتاعت السفير يا مستر ده بقى ايه موضوع بقى السيرفيس اريا بتاعت السفير بقى؟ احنا ناسيين الكلام ده خالص، ما خدناها قبل كده طبعا، بس طبعا ذاكره السمك مفيش حد فاكر حاجه. افكر لك يا سيدي، ما انا جاي عشان افكر لك النهارده. اسمع بقى، الاريا بتاعت السفير عباره عن 4 باي 4 باور 2، دي الاريا بتاعت السفير 4 باي 4 باور 2. لو انت بقى مركز شويه، الباي 4 باور 2 دي الكوش بتاعت ايه؟ بتاعت السيركل، السيركل اللي هي 2 دي ماشي. الاريا بتاعت السفير بقى عشان ده شكل مجسم هناخد 4 باي 4 باور 2، يعني كان بنجيب الاريا بتاعت السيركل كام مره؟ 4 مرات بس، خلاص ده القانون بتاعك. يبقى انا هنا يا جماعه عشان اجيب الايه؟ الاريا بتاعت السفير محتاج الريديستنس بس، خلاص فيه. ماشي، والحمد لله الريديستنس موجود، عوض ده هنا وخلاص على كده هتبقى 4. طب والباقي يا مستر بكام؟ يا عم سيبها زي ما هي بقى اهي، ولا تحير نفسك خالص. والار ب 5 باور 2 بس، احسب بقى بالكالكوليتر بتاعتك شوف هتطلع بكام. هتبقى 4 في 5 باور 2، 5 باور 2 ب 25، في 4 تدينا 100 باي ها مدى الاريا سكوير يونت. ايوه جدع، برافو عليك، سكوير يونت بس كده. ده بالنسبه للاريا بتاعت السفير. خلص السؤال الاولاني، نخش على السؤال الثاني. عايزين برضه يا جماعه السؤال الثاني نجيب برضه السنتر والريديوس والفوليوم بتاع السفير، مفيش مشكله. طيب هنا بقى يا جماعه السنتر، طبعا المنظر ده احنا خدناه من شويه. هنا السنتر بتاعنا هو المفروض اكس ماينس حاجه، واي ماينس حاجه، زد ماينس حاجه. الحاجه دي مش موجوده، يبقى اكيد الحاجه دي كانت بكام؟ ها؟ كانت بزيرو، صح كده تمام، اكيد الحاجه كانت بزيرو. يبقى ده معناه يا جماعه ان السنتر بتاعنا في الحاله دي كام وكام وكام؟ زيرو زيرو زيرو. ايوه، يبقى اول يا جماعه ما الاقي الايكويشن بالمنظر ده اكس باور 2، مفيش حاجه جنب الاكس، مفيش حاجه جنب الواي، مفيش حاجه جنب الزد، يبقى كده السنتر بتاعنا ب 0 0 0 اللي هو الاوريجين بوينت. تمام، طب جميل قوي. وراديوس لينس هناخد اللي بره نحطه تحت الروت ماشي، وبعد كده جبنا الراديوس لينس بتاعنا بكام؟ هيبقى يا جماعه روت كام؟ ها روت 16 تدينا 4 لينسيو، ده الراديوس لينس بتاعنا. طيب تمام، عايزين بقى يا جماعه نجيب الفوليوم بتاع السفير. طب احنا افتكرنا يا مستر الاريا بتاعت السفير اللي هي 4 باي 4 باور 2، الفوليوم بقى عباره عن ايه؟ بص، اي فوليوم فيها باور 3، اي فوليوم فيه باور 3 على طول، يبقى 4 على 3 باي 4 باور 3. دي المفروض قوانين انت خدتها قبل كده في ايه؟ في اعدادي وفي ابتدائي ماشي. 4 على 3 باي 4 باور 3 ده الفوليوم بتاع السفير بس، وعندك الار موجوده، يبقى الحمد لله مفيش مشكله. يلا عوض بقى، يبقى 4 على 3 الباي سيبها زي ما هي، الار ب 4 باور 2، واحسب بقى بالكالكوليتر ماشي. امسك ايه الكالكوليتر واكتب 4 على 3 في 4 باور 2 هتطلع 256 على 3، والباي تفضل زي ما هي. بس يا مستر ده فوليوم، يبقى هيبقى كيوبيك يونت بس كده تمام. كيوبيك ايه؟ يونت. وبكده يبقى احنا ايه؟ رجعنا قانون الاريا بتاع السفير وقانون الفوليوم بتاع السفير، دول مهمين جدا ماشي، خلي بالك منهم ماشي. خلي عندك، بص اقول لك نصيحه بس كده قبل ما نخش على اللي بعده، خلي عندك كراسه كده للقوانين عشان من جهه نستخدمها طول السنه بقى في كل الفروع ان شاء الله ماشي. اي قانون يجي لك امسك الكراسه وافتح واكتب الاريا بتاع السفير، فوليوم بتاع السفير هتحتاجه بعد كده، يعني مش اول واخر مره نستخدمه، هنستخدمه ان شاء الله كتير بعد كده باذن الله. فاي قانون يقابلك اكتبه في الكراسه دي عشان خاطر اول ما تحتار ماشي ترجع للكراسه دي تفتكر كل حاجه باذن الله. طيب ده يا سيدي بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للسؤال ده. طب تعال نشوف بقى السؤال اللي بعده يا جماعه بيقول لي ايه؟ طب ما تحل انت شويه وانا افضل احل على طول، مش طول الحصه، حل انت شويه يلا. ها اقفل الفيديو وحل السؤال ايه؟ السؤالين دول، وبعدين افتح الفيديو وشوف انا حللهم ازاي ماشي. بس خلي عندك امانه يعني، ها اقفل الفيديو وحل السؤال يلا يا سيدي ماشي، كانك حلتهم. تعال بقى نرجع بقى نشوف بقى انت عملت ايه، حليت صح ولا حليت غلط. هنا بقى يا جماعه بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عاوز يعرف الايكويشن بتاع السفير اللي السنتر بتاعها الاوريجن بوينت اللي هو كام؟ اللي هو 0 و0 و0 وبيعدي بالبوينت دي. السفير بتعدي بالبوينت دي، ها؟ ايه ده؟ ايه اللي انت بتقول يا مستر؟ اقول لك انا بقول ايه؟ بص هفهمك، نرسم كده بس عشان نفهم، مش عارف انت دماغك تخينه شويه. بص يا سيدي، ادي السيركل اهي، السفير معوقه، معلش امسحها ونرسمها تاني. يلا تاني،
يا رب تطلع صح، يا تطلع شكلها حلو. ايه دي يا سيدي؟ سفيرة اهي، بس حلوة السفيرة. طيب يلا يا سيدي، بص بقى، هو قال لك السنتر كام؟ قال لك السنتر 0 و0 و0. عندك مانع؟ ماشي الحمد لله بقى مستر. اول ما يقول لي انت قلت لي اول ما اقول السنتر اكتب دي واتش وسي عشان ما انساش. طب كده ناقص مين يا جماعه؟ ها كده ناقص الراديوس. هنبص في المساله مش هنلاقي راديوس، تمام؟ بس هو مدينا معلومه تانية. قال لي ايه؟ قال لي ان السفير دي يا شباب بتعدي على البوينت دي. يعني ايه بتعدي على البوينت دي يا جماعه؟ يعني بص يا سيدي، البوينت دي مثلا هي اللي هي كام؟ اللي هي 3 ونيجاتيف 1 و2، بس كده خلاص. يبقى السفير لما يقول لك بتعدي على البوينت دي، يبقى البوينت دي موجوده على السيرفيس بتاعها، موجوده بره كده يا جماعه. يبقى ده كده ايه؟ الريديوس ده السنتر ودي البوينت بتاعتي. طيب هنعرف بقى نجيب الريديوس ولا مش هنعرف؟ تعال فكر شويه كده. انا عايز، مش هقولها، انا عايز حد بقى يقول لي هجيب هنا ايه الريديوس لينس بتاعنا ازاي. ها يلا. طيب قول يا حماد هنجيب هنا الريديوس لينس ازاي؟ اهو بيقول لي بص يا مستر، ما هي الديستانس ما بين البوينت دي والبوينت دي هو ده الريديوس لينس بتاعنا. والله برافو عليك، صح تمام. الديستانس ما بين دول هو ده الريديوس لينس بتاعنا. الديستانس اه الديستانس، يبقى هنستخدم قانون ايه يا جماعه؟ قانون الديستانس، بس كده. يبقى عشان اجيب الريديوس لينس بتاعنا يا شباب اروح اعمل ايه؟ سكوير روت، ها الاكسات ماينس بعضها، يبقى 3 ماينس 0 باور 2، يبقى الاكس ديت ماينس الاكس دي باور 2، بلس الوايات ماينس بعضها، يبقى نيجاتيف 1 ماينس 0 باور 2، بلس ها الزدات ماينس بعضها، يبقى هتبقى 2 ماينس 0 باور 2. واحسب يا سيدي شوف هتطلع بكام. ده هتطلع ب 9، 9 بلس 1 10. هنا هتطلع ب 9 9، وهنا هتطلع بلس ايه؟ نيجاتيف 1 باور 2 تطلع ب 1، يبقى كده تطلع 10 10 بلس 4 تطلع روت 14. اه تطلع روت 14 لينس يونت. بس يا سيدي ده بالنسبه للريديوس لينس بتاعنا. الله الله ينور عليك، ممتاز. بس كده خلاص خلصت المشكله يا جماعه، ما بقاش في مشكله. بقى عندي الحمد لله سنتر موجود، بقى عندي ريديوس موجود، وخير ربنا كتير الحمد لله. كون بقى الايكويشن يلا. يبقى هتبقى اكس ماينس ها 0 باور 2، وعندك واي ماينس 0 باور 2، وعندك زد ماينس 0 باور 2 ايكوال روت 14، هو كمان الريديوس باور 2. تمام يلا. طبعا احنا اتفقنا قلنا الزيرو ملوش لازمه، يبقى هتبقى اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس زد باور 2 ايكوال روت 14. الباور 2 بيشيل الروت، هيتفضل كام يا جماعه؟ هيتفضل 14. ماشي، هي دي الايكويشن بتاعت السفير اللي هي الاختيار دي. بس كده تمام، الله ينور. ماشي احنا اتفقنا. طبعا اول ما تشوف المنظر ده اعرف ان ايه السنتر بتاعك 0 و0 و0 اللي هو الاورجن ايه؟ اورجن بوينت. طب جميل، يا رب تكون حلتها كده يا رب. خش على السؤال التاني. تعال نشوف السؤال التاني بيقول ايه. بيقول لي يا سيدي يا ترى مين من الحلوين دول يعتبر ايكويشن بتاعت السفير اللي السنتر بتاعها بالمنظر ده؟ احنا قلنا السنتر اول ما نشوفه دي و اتش و سي، ومدينا ايه بتاعت السفير بالمنظر ده؟ برضه نفس الحركه، ما ادانيش الراديوس. تصدق بس هو اداني الاريا. طب ماشي تعالى على جنب كده. مش يا مستر انت قلت لنا الاريا عباره عن ايه؟ ها حفظته ولا لسه؟ 4 باي ار باور 2، هي دي الاريا بتاعتنا. هو مدي الاريا بكام يا جماعه؟ 100 باي ايكوال 4 باي ار باور 2. بس خلاص ده ايكويشن هنحلها ونجيب الار بتاعتنا بكام، وبكده بقى عندنا السنتر والريديوس وكله تمام وزي الفل. ماشي؟ طب يلا تعال نحل دي. اول حاجه عشان تحل الايكويشن بالمنظر ده، بص هنا في دي فيها باي، الناحيه دي فيها باي، والناحيه دي فيها باي، يبقى الباي هتروح في الباي باي مع اختها. بس خلاص شلنا الباي من الناحيتين، ما حصلش اي مشكله. هيتفضل 100 ايكوال 4 ار باور 2. ماشي يلا عشان يجيب الار ودي ال 4 الناحيه الثانيه بالديفايد، يبقى 100 اوفر 4 ايكوال ار باور 2. يبقى يا سيدي الار باور 2 طلعت ب 25. يبقى عشان اجيب الار هعمل ايه؟ سكوير روت 25 تطلع ب 5 لينس يونت. بس حلو قوي كده تمام، حلو قوي كده تطلع ب 5 لينس يونت. ماشي طب جميل قوي، طلعت الريديوس لينس بتاعنا ب 5 لينس ايه؟ لينس يونت. تمام. طيب انا سامع جنى بتقول لي ايه؟ جنى بتقول لي يا مستر انت غلطت. اقول لها ليه يا جنى غلطت يا جنى؟ هتقول لي يا مستر ما هو انت يا مستر دلوقتي المفروض انت متفقين
عشان اشيل الباور تول لازم اعمل بوست وفوليوم ماشي. طيب هل بس هو في راديوس في الدنيا بالنيجاتيف؟ وراديوس ده ايه؟ مش لينس، مفيش لينس في الدنيا بالنيجاتيف يا راجل. معنى ده معناه ان راديوس لينس يطلع بالبوزيتيف بس اللي هو 5 لينس يونت ماشي. تمام كده جبنا الراديوس لينس بتاعته كويسه. بقى عندنا السنتر بكام؟ بقى عندنا الراديوس لينس بكام؟ خلاص سمستر الايكويشن بتاعتنا بقت جاهزه وزي الفل. يلا يا سيدي بقت اكس ماينس ها الدي ب 2 باور 2 بلس واي ماينس ها ماينس ايه؟ نيجاتيف 1 يبقى ماينس نيجاتيف 1 يعني بلس 1 باور 2 بلس زد ماينس 4 باور 2 ايكوال ار باور 2 يا سيدي اللي هي 5 باور 2 اللي هي بكام؟ ب 25. هي دي الايكويشن اللي احنا عايزينها. تعال ندور على الاختيار بتاعنا، اللي هو رقم ايه؟ رقم بي. بس كده تمام ماشي زي الفل. وبعدين ايه جانا دي اساسا؟ انا مش عارف ايه الاسماء الغريبه دي، جانا وجانا، من دول الناس بتقول اسماء كده غريبه والله، جانا وجانا ماشي. وتزعل قوي جنى لما تقول لها يا جنى، تزعل قوي جنى لما تقول لها يا جنى وجنى ماشي، وحلا ورميساء واسماء غريبه. فين اسماء الزمن الجميل بتاعت زمان؟ ها فتحيه، حسنيه، تحس كده بص الاسم كده فيه فخامه ماشي، عفاف، يعني اسماء كده حلوه كده، تحس ان الاسم كده بص اسم يعني حاجة فخمة كده ماشي، فتحية، يا عطيات تمام، اسم جميل طبعا ماشي. طيب الحمد لله مفيش مشكلة. يلا نرجع لموضوعنا تاني. شوف بقى بعد كده لو دول بقى الجنرال ايكويشن اوف اسفير تمام. يا مستر ده احنا كنا بناخد ايه؟ كنا بناخد حاجة اسمها ستاندرد ايكويشن اوف اسفير. دلوقتي بقى نتكلم بقى عن الجنرال ايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت السفير بتاعت. طيب تعال نشوف بقى ايه يا سيدي موضوع الجنرال ايكويشن بتاعت السفير دي. بص موضوع بكل بساطه، دلوقتي هنفترض مثلا ان احنا عندنا ايه يا سيدي، معلش بس انا هجيبك موضوع من الاول خالص، هقول لك ممكن اقول لك القانون على طول جه منين على طول وخلاص، لكن انا هقول لك الموضوع من الاول خالص جه منين، حاول بقى ايه تطول بالك معايا شويه. لو مثلا عندنا سنتر بتاع سفير ولتكن مثلا 2 1 و3 والرادياس لينس مثلا ب 5 مفيش مشكله خالص، وقلت لك هات الايكويشن بتاعت السبيد، هتقول لي يا مستر خلاص يا مستر ما احنا حفظناها اكس ماينس 2 ما هي دي و اتش و سي. بص دي و اتش و سي زي ما اتفقنا، اكس ماينس 2 باور 2 بلس واي ماينس 1 دي 1 معلش اهي 1 باور 2 بلس زد ماينس 3 باور 2 ايكوال 5 باور 2 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 25 تمام. طيب مش هي دي الايكويشن اللي احنا خدناها؟ هي دي الايكويشن اللي احنا خدناها. طب اقول لك حاجه، ايه رايك لو حبينا نفكها؟ رخامه بقى، انا ببص خلاص جت في دماغي ان انا افك الايكويشن دي، تعال نفكها ونشوف نطلع منها بايه. يلا واحده واحده وطول بالك معايا. هو اي براكت باور 2 يا جماعه بيتفك ازاي؟ اي براكت باور 2 بيطلع منه ايه؟ انا سامع عبد العال بيقول لي ايه؟ بيقول له يا مستر هنعمل اكس باور 2 2 باور 2. ها اصحى يا حبيبي، ده براكت باور 2، البراكت باور 2 بيتفك 3 تيرم، ده احنا عندنا موضوع كامل السنه دي على حاجه اسمها الباينوميال. ده باينوميال اللي هو براكت بيتكون من 2 تيرم في الالجبرا باذن الله، هنتعلم ازاي نفك اي براكت ماشي باينوميال، اي باينوميال لاي باور باذن الله. بس خلينا في شغلنا دلوقتي. البراكت باور 2 بتفك ايه؟ 3 تيرم، 3 تيرم، بعمل الاولاني في نفسه، بعمل الثاني في نفسه، بعمل فيرست في سكند في 2. اوعى تنسى. يلا يا سيدي معايا نشتغل على طول. اكس طيب نفسها تديني اكس باور 2، الساين اللي في النص تفضل زي ما هي ماينس، والاخيره دايما بوزيتيف، الاخراني في نفسه 2 تايمز 2 تدينا كام؟ تدينا 4. الميدل تيرم هعمل ايه؟ هعمل كلهم تايم بعض 2 تايم 2 تايم اكس تدينا 4 اكس. ادي اول ايه؟ اول براكت. خش على البراكت الثاني، الواي تايم نفسها تدينا واي باور 2، الساين في النص زي ما هي ماينس اهي، والاخيره دايما بوزيتيف. اعمل 1 تايم نفسها تدينا ايه؟ تدينا 1، حطها في الاخر.
وبعدين اعمل ايه؟ فيرست في سكند في 2، يلا 2 تايمز 1 ب 2 في واي تدينا 2 واي. نقولها تاني عشان لو حد مش واخد باله. البراكت الاخراني هنعمل نفس الكلام، هو بلس الاولاني في نفسه زد باور 2 ساين في نص زي ما هي، الاخير دايما بوزيتيف. 3 تايمز 3 بكام؟ ب 9. فيرست في سكند في 2 هتدينا 2 تايمز 3 ب 6، في زد تدينا 6 زد. ها؟ ايكوال كام؟ 25. طب بذمتك يعني الفرح ده كله ونسيب ال 25 بره؟ يا عم ندخلها جوه مع اخواتها، يا عم خليها تفرح زي اخواتها. ها؟ بس تخش بعكس الساين تبقى ماينس 25 ايكوال كام يا سيدي؟ ايكوال زد. يا نهار ابيض يا مستر، يا ريتنا ما كنا فكناها. اه والله العظيم. ايه ده كله؟ ده كبير، كبيره جدا. ما انا عارف انها كبيره جدا. ماشي، عشان كده هنلمها لك، تعال نلمها بقى. يلا بص يا سيدي، تعال بس نلاحظ ايه الحاجات اللي طلعنا. احنا طلع لنا ثلاث انواع، طلع لنا حاجات باور 2 وطلع لنا حاجات باور 1 وطلع لنا ارقام. طب ما تيجي نجيب نلم الحاجات الباور 2 الاول. يلا تعال نلم الحاجات الباور 2 الاول. طب اكس باور 2 اهي، في حاجه باور 2 تاني؟ اه، في واي باور 2، ادي واي باور 2. في ايه تاني؟ ها، في زد باور 2، ادي زد باور 2. لمينا مستر الباور 2 اللي بعد كده، هنلم الحاجات اللي فيها باور 1. ها، اللي هي اللي فيها اكس تبقى ماينس 4 اكس، واللي فيها واي اهي باور 1، باور 1 برضه ماينس 2 واي، وبعدين ماينس 6 زد. وبعدين نلم الارقام اللي واقفه لوحدها بقى يا شباب بقى. ها، نخليهم كلهم رقم واحد بدل الزحمه دي. بص بص الدنيا اتظبطت على الاخر. يعني عندك 4 بلس 1 كام؟ 5. 5 بلس 9 كام؟ 5 بلس 9 تدينا 14. تمام، 14 ماينس 25 هتدينا ايه يا سيدي؟ 14 ماينس 25 هتدينا نيجاتيف ايه؟ هتدينا نيجاتيف 11. نيجاتيف 11 ايكوالز. بس هي دي الايكويشن اللي انت بتدور عليه. بس بص، هو ده المنظر اللي انا عايزه. تعال بقى نبوظ الكلمتين تاني. ده المنظر يا جماعه اللي انا عايز اوصل له، وهو ده اسمه ايه بقى؟ دي اسمها الجنرال ايكويشن اوف اسفير. طب يا مستر، وانا مستر كل مره هعمل كده؟ لا يا حبيبي، هو مش تعمل، مش تعمل كده خالص اصلا. انت ما تتخضش، مش تعمل كده خالص. بس انا اقول لك مثلا انا عملت كده ليه دلوقتي، وافهمك ايه اللي بيحصل والسؤال بيجي ازاي بالظبط، نتعامل معاه ازاي، ونشوف اشكال الاسئله عامله ازاي. ماشي، هي دي يا جماعه اسمها الجنرال ايكويشن اوف اسفير. تمام، طيب يبقى الجنرال ايكويشن اوف اسفير يا جماعه عامله ازاي؟ شكلها عامل ازاي؟ بص اهي، هي عباره عن ايه؟ عباره عن اكس باور 2 بلس واي باور 2 دايما بلس زد باور 2 دايما بلس رقم مضروب في الاكس بلس رقم مضروب في الواي بلس رقم مضروب في الزد وبلس رقم واقف لوحده ايكوال زيرو بره. كام ترم دول يا شباب؟ ها، عد كده، 3 باور 2، 3 باور 1، ورقم واقف لوحده، يبقى 7 ترمز. دايما 7 ترمز، مفيش اكتر من كده. يبقى تاني الجنرال ايكويشن اوف اسفير، 3 حاجات باور 2، 3 حاجات باور 1، ورقم واقف لوحده. خلاص اتفقنا؟ ولازم الناحيه الثانيه بزيرو، خليك فاكر الناحيه الثانيه لازم تبقى بزيرو، لازم تبقى بص منوره كده اهو. الزيرو بيضحك اهو، هو ده الناحيه الثانيه. فانا كده ماشي، يبقى ده شكل الايكويشن، ده شكل اسمه الجنرال ايكويشن اوف اسفير. يبقى اول ما اقول لك هات الجنرال ايكويشن اوف اسفير، قول له بص اهي تاني، نكتبها تاني. يلا بص لوحدك بقى، اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس زد باور 2، دي اول حاجه هم باور 2 كتبناهم، ولازم دول يكونوا موجودين. وعندك رقم مضروب في الاكس، وعندك رقم مضروب في الواي، وعندك رقم مضروب في الزد، وعندك رقم غلبان واقف لوحده اهو. والناحيه الثانيه بكام يا سيدي؟ الناحيه الثانيه بزيكو اهو بالمنظر ده. ده اسمها الجنرال ايكويشن اوف ايه؟ اوف اسفير. طيب حلوه، ماشي. هنا بقى مستر بقى، لو هو اداني الجنرال ايكويشن دي وحب يجيب منها السنتر والريديوس، هو هيدينا، ولا ده سؤال مهم جدا جدا لازم ان شاء الله يجي في الامتحان باذن الله. هيدينا الجنرال ايكويشن بتاع التسفير، وهيطلب من السنتر بكام، هيطلب من الريديوس بكام، هيطلب من الدايمتر بكام،
هيطلب مني الاريا بتاعت السفير، هيطلب مني الفوليوم بتاع السفير، كل ده هيطلبه مني. خلاص؟ طيب تعال نشوف بقى يا مستر، لو هو مدينا الجنرال ايكويشن دي اجيب منها السنتر ازاي والراديوس ازاي؟ هقول لك يا سيدي. بس بص هقول لك بعدين، اقول لك قانون اجيبها لك على طول، بس اقول لك نكتشفها ايه ازاي. هو انا هنا يا شباب، ها تعال نشوف بقى اللي حصل هنا ايه. دلوقتي لما تحب تجيب السنتر، امسك الرقم اللي قدام الاكس ده اعمله ديفايدد 2، مش 2 ديفايدد نيجاتيف 2، واللي قدام الواي ديفايدد نيجاتيف 2، واللي قدام الزد ديفايدد نيجاتيف 2، سبحان الله هتلاقي السنتر طلع على طول. بس خلاص ماشي. يبقى انا عشان اجيب السنتر، تعال طب نجرب كده، تعال نجرب كده يلا اهو. اللي قدام الاكس اكس بس، ها اوفر نيجاتيف 2، واللي قدام الواي اوفر نيجاتيف 2، واللي قدام الزد اوفر نيجاتيف 2. ماشي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان دي طلعت ب 2 ودي طلعت ب 1 ودي طلعت ب 3. ها ايه ده ايه ده ايه السحر ده؟ سبحان الله مستر، ده والله بص اهو ده فعلا طلعت مظبوط. اه ما بضحك عليك يا ابني، هي والله 2 1 و3، وهنا لو بصيت فوق خلاص طلعت 2 1 و3. يبقى خلاص، يبقى خدها قاعده. يبقى اول ما تحب تجيب السنتر، السنتر بتاع السفير وهو مدينا الجنرال ايكويشن، ها يبقى اعمل ايه يا سيدي؟ يبقى اعمل اللي قدام الاكس اوفر نيجاتيف 2، اللي قدام الاكس اللي هو ده كده زي ما يكون كده كله على بعض اوفر نيجاتيف، اللي قدام الواي اوفر نيجاتيف، اوعى تنسى نيجاتيف، اللي قدام الزد اوفر نيجاتيف 2. بس ده الطريقه اللي بجيب بيها السنتر. يبقى السنتر بتاعنا يا جماعه، ها اللي قدام الاكس اللي هو كوفيشنت الاكس، بيسموه كده كوفيشنت الاكس اوفر نيجاتيف 2، وكوفيشنت الواي اوفر نيجاتيف 2، وكوفيشن الزد اوفر ايه يا سيدي؟ نيجاتيف 2. بس ده بالنسبه للسنتر بتاعك. طب يا مستر جبنا السنتر، عايزين بقى يا مستر نجيب الراديوس بعد اذنك. هقول لك يا سيدي، بص الراديوس لها قانون هي كمان، اعمل سكوير روت، ها الارقام اللي انت جبتها دي اللي هو السنتر بتاعك، بص سكوير روت اهو الدي باور 2، عشان احنا اتفقنا السنتر دي اتش وسي، يبقى دي باور 2 بلس اتش باور 2 بلس سي باور 2، اعمل ده باور 2 بلس ده باور 2 بلس ده باور 2 ماينس، ها الدي الواقفه لوحدها، ها اللي هي الرقم اللي واقف لوحده، رقم الدي دي يا جماعه قصدي بيها الرقم اللي واقف لوحده اللي هو ده، هو ده هو ده ماشي. طب تعال نجرب، تعال نجرب مش هضحك عليك برضه، تعال نجرب اهو. ها الدي بكام؟ هتبقى 2 باور 2، هتدينا كام؟ هي 2 باور 2 تدينا 4 بلس 1 باور 2 بلس، ها 3 باور 2 الكلام ده ماينس مين؟ ماينس رقم اللي واقف لوحده. خلي بالك ان الرقم اللي واقف لوحده اصلا هو اصلا ماينس اساسا، فماينس نيجاتيف هتدينا ايه؟ تدينا بوزيتيف 11. بس كده، واحسب بقى شوف هتطلع بكام، وتعالى نحسب يلا. هنا سيادة تطلع ب 4، 4 بلس 1 5، 5 بلس 9 تدينا 14، 14 بلس 11 روت 25، روت 25 تطلع بكام؟ تطلع ب 5 لينس يونت. بص ولا سحر ولا شعوذه اهو، الريديوس تنس هنا بكام؟ ب 5 اهو، والريديوس تنس هنا بكام؟ الدايت بكام في الاول؟ ب 5 اهو. يبقى احنا عملنا حاجه غلط، عيب عليك، مش هعمل حاجه غلط ان شاء الله. بس يا سيدي، يبقى انا هنا مستر عشان اجيب الريديوس اهو، بص القانون بتاعها ايه؟ سكوير روت، ها السنتر اللي انت جبته امسك كل واحده فيه واعملها باور 2 بلس بعض ماينس الرقم اللي واقف لوحده ماينس رقم اللي واقف. هو ده الطريقه اللي بجيب بيها السنتر، وهو ده الطريقه اللي بجيب بيها ايه؟ الريديوس. وبكده يبقى احنا اتعلمنا ازاي نجيب السنتر والريديوس بتاع اي ايكويشن بتاعت السفير. ماشي، دي اسمها يا جماعه اسمها جنرال ايكويشن اوف سفير. ماشي، يبقى انا عامل القصه دي كلها عشان بس اثبت لك ازاي بنجيب السنتر وازاي بنجيب الريديوس. ماشي، وبكده الحمد لله زي الفل. خلاص الصفحه دي تصورها مهمه قوي، وبالذات الجزء اللي تحت ده، بص الجزء اللي تحت ده مهم جدا عشان هو ده اللي انت هتستخدمه باذن الله على طول في شغلك باذن الله. اهو بص فين هو ده، هو ده ماشي يا فتحية. خلاص يلا، هو ده هو ده الجزء اللي احنا محتاجينه. ماشي، هو ده اللي هتصوره وهنشتغل بيه كتير ان شاء الله في شغلنا بعد كده. يلا يا سيدي، خش على بعض بقى وتعال نشوف بقى ايه. سؤال مباشر اهو، بيقول لي حدد السنتر والريديوس
ومدينا الايكويشن بتاعت السفير بالمنظر اللي احنا شايفينه. طبعا ديت شكلها جنرال ايكويشن اوف السفير، تمام كده؟ ماشي، جميل قوي. ماشي يلا، ها حل انت بقى. مش حل انا، يلا السنتر اللي قدام الاكس اوفر نيجاتيف 2، في اللي قدام الاكس 4 اوفر نيجاتيف 2، اللي قدام الواي اللي هي خدها بالساين بتاعتها، شيلها كده بالساين بتاعتها اوفر نيجاتيف 2، اللي قدام الزد شيلها بالساين بتاعتها اوفر نيجاتيف 2، واحسب يلا. ها طلعت بكام؟ طلعت بنيجاتيف 2، طلعت ب1، طلعت ب3. يا عم والله 3 اهي، 3 اهي، تمام. ده ايه؟ ده السنتر بتاعه. بعد ما جبنا السنتر تعالى بقى نجيب الراديوس. يلا الراديوس لينس هيبقى سكوير روت، ها هنا مش ديت السنتر، دي اتش اوف سي. ايوه يا مستر، هي دي السنتر. يلا باور 2 باور 2 باور 2 ماينس الدي. الدي هنا بقى اهي، اخر رقم له في واحد 11 وماينس 11 على طول. احسب يا سيدي، هيطلع هنا ايه؟ هيطلع هنا 4 4 بلس 1 5، 5 بلس 9 تدينا 5 بلس 9 تدينا 14 ماينس 11 تدينا 6 تطلع روت 3. هو ده الراديوس لينس، لينس ايه؟ لينس بس. الله ينور، 100 100، مش اي مشكله. ماشي، يبقى هو قانون بجيب بالسنتر، قانون بجيب بايه؟ الراديوس وبس. طب لو قال لي انا عاوز اجيب الدايمتر، فيها مشكله؟ ولا اي مشكله، همسك الراديوس اللي انا جبته واعمله تايم 2. ما هو اصلا ايه؟ الدايمتر عباره عن 2 راديوس، 2 تايمز الراديوس، هيبقى 2 روت 3. بس يا سيدي هو ده الموضوع، عامل مشكله دي ولا اي حاجه ولا اي مشكله، تمام. طيب انا هقول لك حاجه بقى صغيره كده، معلش وشوف بقى انت صاحي معايا ولا. لو عندنا الايكويشن بتاعت السفير يا جماعه، بص مدانا ازاي؟ مدانا مثلا 3 اكس باور 2 بلس 3 واي باور 2 بلس 3 زد باور 2 بلس مثلا 6 اكس بلس 12 y بلس 18 زد مثلا ماينس، خليها مثلا ماينس 2 يلا ايكوال 0. يلا دي الايكويشن بتاعت السفير، خليها بلاش، خليها ماينس 12. ماشي، دي الايكويشن بتاعت السفير. ماشي، عايزين بقى نجيب الراديوس والايه؟ والسنتر كالعاده. طيب واحد طبعا ايه؟ متسرع متهور، هيطلع يجري يقول لي بس يا مستر ما خلاص اللي قدام الاكس اوفر نيجاتيف 2، اللي قدام الواي اوفر نيجاتيف 2، اللي قدام الزد اوفر نيجاتيف 2، وفرحان وزي الفل ومزقطط. هو طبعا غلطان، طبعا عاوز اقول لك يعني مش لازم، مش لازم اقول خلاص، هو كده هو غلطان وخلاص، تمام. غلط طبعا، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت مش ملاحظ في حاجه غريبه؟ بص كويس، بص كويس المنظر اللي قدامك ده، ماشي، ما تتسرعش يا حبيبي، بص كويس. انت طالب علم رياضه، يعني انت طالب كل الدماغ، المفروض دي دماغ، تمام. انت لاحظت حاجه؟ لو جينا بصينا للصفحه اللي فاتت الايكويشن شكلها عامل ازاي؟ بص اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس زد باور 2. طب دي جت منين؟ جت يا مستر من الايه؟ من فكره الايكويشن اللي احنا اصلا عارفينها اللي هي بالمنظر ده. طب بذمتك يا اخي، بذمتك يا اخي، ها هنا الرقم دي دايما اصلا دي اكس دايما طول عمرها اكس، يعني عمرها ما تطلع قبلها رقم. ما ينفعش تلاقي 3 اكس باور 2، ما ينفعش تلاقي 4 اكس باور 2، ما ينفعش تلاقي 7 اكس باور 2. يا ابني عمرك ما هتلاقي كده، والله عمرك ما هتلاقي كده ابدا، ما ينفعش، غلط، تمام. ماشي، طب مستر ما هو جايبها لي اهو. اقول لك ايوه فعلا هو جايبها لك، بس انت ماشي قبل ما تعملها لازم تظبطها الاول. اكيد هي كانت ايكويشن عاديه، ها ماشي، بس ايه؟ بس هو ضربها كلها في كام؟ في 3. لو انت ملاحظ ضربها كلها في 3. طب سيبك من دي الاول وتعال نشوف بس ايه مع بعض. ها بص بقى اقول لك بقى اللي حصل ايه، شويه ملحوظات كده صغيره على الكلام ده، بس كنت سايبهم بس عشان خاطر ايه نقتنع بيهم. بص يا سيدي، الملحوظه الاولانيه، دايما دائما وابدا دايما لازم تلاقي كوفيشنت الاكس باور 2 هي هي هو هو كوفيشنت الواي باور 2 هو هو كوفيشنت، يعني رقم يعني قبل الزد باور 2. ماشي، ما ينفعش يبقى بزيرو. ما هي ما فيش ايكويشن بتاعت السفير ما فيهاش اكس باور 2 واي باور 2 زد باور 2، دول اساسي، دول حاجه ثابته لازم فيها اكس باور 2 واي باور 2 زد باور 2، وما ينفعش الكوفيشنت بتاعهم يكون بزيرو، يعني ما ينفعش ما يكونش موجودين، ولازم الثري كوفيشنت دول يكونوا شبه بعض. يعني بص اقول لك حاجه، لو هنا دي قدامها 2،
لازم هنا قدامها 2، لازم هنا قدامها 2، لو هنا قدامها 5 لازم هنا قدامها 5، لازم هنا قدامها 5، وهكذا لازم. ماشي، عمرك ما تلاقيهم مختلفين، وعمرك ما هتلاقيهم مش موجودين. لو مش موجودين يبقى دي مش بتاعت السفير، بتاعت حاجه تانية مش مهم دلوقتي ايه. خلاص كده. طب مستر لو هو مديني بقى مستر هنا قبلها 222 او 333 او 555 او 10 10 10، هعمل فيها ايه؟ ما تقسم الايكويشن كلها على اللي عامل لك مشكله بس خلاص. ماشي، يبقى احنا لازم الاكس باور 2 الواي باور 2 الزد باور 2 لازم يبقوا ساده مش زياده، لازم يبقوا ساده. يعني ايه ساده؟ يعني مش قدامهم حاجه، يعني لازم اكس باور 2 لوحدها، واي باور 2 لوحدها، زد باور 2 لوحدها، لو قبلهم حاجه يبقى في مشكله، يبقى اقسم على الحاجه دي. بص اكسر رقبتها، اقسم عليها، خليها ساده، بعدين ابدا اشتغل. زي ما احنا قلنا هتشتغل من غير ما تقسم يبقى كل سنه وانت طيب، بس وضع منها. ماشي تمام كويس خلاص. خدت بالك لازم تبقى ايه؟ ها ساده، لازم تبقى ايه؟ ساده. ماشي تمام ماشي. تعال نرجع بقى لسؤالنا ونشوف اللي حصل ايه. يبقى انا هنا يا جماعه ها عاوز اجيب ايه؟ السنتر والريديوس. ماشي، خلي بالك اهي زياده مش ساده، انا بشرها ساده. يبقى انا هنا هقسم على مين؟ على اللي قدام الاكس باور 2، واقسم على 3. ماشي، اكسر رقبتها على طول، اقسمها كلها على 3 اهي، على 3 مش هتقسم ليه، على 3 بس خلاص. يبقى هنا على 3 وهنا 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 على 3 بس. شوف هتطلع كام؟ هتطلع اكس باور 2 ها واي باور 2 ايوه زد باور 2 معاك 2x ايوه 12 على 3 4y 6z 4 0 على 3 تطلع ب 0 في الاخر. هي دي الايكويشن اللي احنا عايزينها الساده بس. ابدا بقى اشتغل زي ما انت عايز. هات لي السنتر ها يلا عبد السميع. السنتر اللي قدام الاكس على نيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف 1، اللي قدامه على نيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف 2، اللي قدام زد على نيجاتيف 2 تطلع نيجاتيف 3. ماشي، والراديوس لينس سكوير روت اعمل كل واحده باور 2 تبقى 1 باور 2 ب 1 نيجاتيف 2 باور 2 باور 2 بيشيل نيجاتيف 4 هنا 9 ماينس نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 4 يعني بلس 4 بس احسب هيطلع بكام؟ هيطلع بروت 18 اللي هي 3 روت 2 بس كده. هو ده يا سيدي السنتر ودرس الراديوس وكده تمام. الله ينور 100 100، مفيش اي مشكله الحمد لله. خش على اللي بعده ها، تعال خش على اللي بعده. السؤال بقى اللي بعده بقى في فكره، تعال نشوفها كده مع بعض. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك ايه؟ عاوز ايه الايكويشن بتاعت السفير اللي السنتر بتاعها بالمنظر ده؟ ده السنتر؟ اه مستر ده السنتر، يبقى دي اتش اف سي برنس. والله الله ينور 100 100. الراديوس لينس بكام؟ ب 2 100 100، مفيش مشكله. قال لك ايه دي الايكويشن؟ قلت له فين الايكويشن؟ قال لي هي دي الايكويشن اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس زد باور 2 بلس اي اكس. الله، ايه الايه ده؟ ايه الايه ده؟ وايه البي ده؟ وايه السي ده؟ وايه الدي ده؟ عاوزين اكيد هيطلبهم مني. اه فعلا انت عندك حق، هو فعلا طالبهم مني. طيب تعالى بقى ايه في شويه كده مخمخه نشوف هنتعامل مع الكلام دوت ازاي. يلا يا سيدي بص بقى، هو انا مش المفروض بمسك اللي قبل الاكس اعمله على نيجاتيف 2 يدينا السنتر؟ اه يعني المفروض امسك اللي قبل تاني، امسك اللي قبل الاكس اللي هو ايه؟ اعمله على نيجاتيف 2 يدينا مين؟ يدينا 4. والمفروض امسك اللي قبل الواي اعمله على نيجاتيف 2 يدينا مين؟ ها؟ يدينا نيجاتيف 6. والمفروض امسك اللي قبل الزد اعمله على نيجاتيف 2 يدينا مين؟ يدينا نيجاتيف 5. اه والله العظيم، اه والله غير حلفان. المفروض كده ايه الفايف في المعوقه دي؟ اهي بس اهي، المفروض اعمل كده، ادي نيجاتيف 5 خلاص خلصت والله ايكويشن. يلا ها عاوز اجيب الايه؟ امسك ده ارميه الناحيه الثانيه بالطيب، هيبقى الايه بتاعتنا نيجاتيف 2 تايم 4 بنيجاتيف 8. البي بتاعتنا يلا ارمي الناحيه الثانيه بالتايم ها تطلع بنيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 6 ب 12. السي بتاعتنا نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 5 ببوزيتيف 10 بس خلاص.
ماشي تمام زي الفل. ده بالنسبه للاي والتي. طب يا مستر انت كده جبت الاي والبي والسي، هات لي الدي بقى لو انت شاطر. اجيب لك الدي. هو الدي ده معلش بص نشغل دماغنا، بص في فوق كتافنا في بطيخه كده لازم نشغلها، لازم اشغلها عشان خاطر ايه؟ ماشي ما تتعبش يعني. طب المفروض الراجل باذن الله باذن الله باذن الله يعني مهندس يعني ان شاء الله باذن الله يعني. طيب بص يا سيدي عشان اجيب الديبه بتاعتنا تعال نشغل دماغنا كده نفكر مع بعض. هو الدي ده اصلا موجود فين؟ ها؟ موجود في قانون الريديوس فاكر؟ ها؟ مش فاكر والله ما انت فاكر حاجه. طيب تعال نبص كده مع بعض. ادي يا سيدي الريديوس اهو، مش المفروض الريديوس بعمل سكوير روت؟ ايوه الايه؟ المفروض نيجاتيف 8 اللي هو مين؟ اللي هو السنتر بتاعك، معلش سكوير روت السنتر بتاعك اهو. خليها ايه؟ خليها بص انت بالقانون الاول عشان ما تسرحش مني. المفروض سكوير روت دي باور 2 بتاعت السنتر بلس اتش باور 2 بلس سي باور 2 ماينس دي ادينا الراديوس. مش هو ده قانون الراديوس؟ اه هو ده قانون الراديوس. تعال نشوف بقى نعوض فيه. يلا الراديوس هو مدونا بكام؟ مدونا ب 2 وادي سكوير روت ماشي. الدي بكام؟ ب 4 باور 2 بلس الاتش بكام؟ بنيجاتيف 6 باور 2 بلس ها نيجاتيف 5 باور 2 ها ماينس الدي اللي احنا مش عارفينها، سيبها زي ما هي. بس ايه رايك؟ ها انت المفروض تكمل بقى. ايه بص انا عملت ايه؟ انا عملت ايكويشن فيها قانون واحد، تعرف احلها ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله. انا لسه قايل لك الحصه اللي فاتت اي ايكويشن فيها سكوير روت ها باور 2 في الناحيتين، يبقى هتبقى هنا باور 2 تدينا 4، هنا باور 2 شلنا الروت، هيتفضل هنا 4 باور 2 تدينا 16 بلس 36 بلس 25 ماينس الدي. وحل يا سيدي، هات الدي بالماينس دي وديها طلعها بره ودخل الفور مكانها وخلاص على كده. يبقى احنا عندنا هتبقى هنا الدي بتاعتنا طلعت بره، بص اهي دي طلعت بره عشان هي بالماينس تطلع بره بالايه؟ بالبوست، ودخل الفور مكانها واحسب بقى بالكالكوليتر وخلاص تبقى 16 بلس 36 ماينس 25. يا نهار ابيض على القلم اهو، ماينس 25 اهي ماينس 25 المفروض ايه؟ 16 بلس 36 بلس 25 بعدين ماينس 4 ماينس 4 واحسب بقى يا سيدي شوف هتطلع بكام. تطلع الدي بتاعتنا بكام يا سيدي؟ تطلع الدي بتاعتنا لما نحسب الحسبه دي كلها نجيب اللهلوبه، ادي اللهلوبه اطلع يا لهلوبه اهي 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 16 بلس 36 بلس 25 ماينس 4 ادي ماينس 4 هتدينا كام؟ هتدينا 73. يا نهار ابيض 73 طلعت الدي بتاعتنا ب 73 الحمد لله خلاص كده جبنا الدي. هو يا سيدي عايز ايه؟ عايز A بلس B بلس C بلس D بلس D اهو بلس D ماشي. يبقى هتبقى الاي بتاعتنا طلعت بكام؟ طلعت بنيجاتيف 8. البي بتاعتنا طلعت بكام؟ طلعت ب 12، السي بتاعتنا طلعت ب 10، الدي بتاعتنا طلعت ب 73، اعمل دول كلهم بلس بعض هيدينا كام؟ هيدينا 87 اللي هو الاختيار رقم سي وبس على كده. خلصت المسألة الحمد لله، سؤال حلو قوي 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 وفي تشغيل دماغ. ماشي ومن النوع المفضل لدينا الحمد لله، تمام كويس قوي. طيب طب أنت عايز نعيدها تاني؟ مش عيدها تاني والله ما أنا عايدها. انت عيد الفيديو انت بقى مع نفسك انت خلاص. طيب تمام. بعد يا سيدي ما شفنا بقى الكلام دوت تعال بقى نخش بقى في شويه ايه؟ شويه ملحوظات كده ها نربط بقى الحصه دي بالحصه اللي فاتت. اول حاجه يا جماعه بقى ايه؟ تعال نشوف الملحوظات اللي مكتوبه قدامنا دي ونشوف دي معناها ايه. بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا جماعه لو السنتر بتاع السفير موجود على الاكس اكسس والسفير بتاتش الواي زد بلين، تاتش الواي زد بلين اه رجعنا الحصه اللي فاتت. قال لك السنتر موجود على الاكس. طب بص ناخدها واحده واحده. السنتر موجود على الاكس، خدنا الحصه اللي فاتت ايه؟ اشوف بقى انت تذاكر ولا لا. السنتر موجود على الاكس معناها ايه؟ معناها ان السنتر بتاعنا عباره عن رقم وزيرو زيرو. اه والله ما احنا قلنا كده، والله قلنا كده، احلف تاني قلنا كده، قلنا اي حاجه موجوده على الاكس هي رقم وزيرو زيرو عشان على الاكس. يبقى السنتر بتاعنا يا جماعه عباره عن كام؟ ها؟ عباره عن رقم وزيرو زيرو. طب جميل ماشي. والسفير تاتش الواي زد بلين
تاتش الواي زد بلاير. طب انا عايز اجيب الايكويشن بتاعتها، هيقول لي كده، هقول هات الايكويشن بتاعتها، وانا هبرمج غيرها، برمج غيرها، هيقول لي هات الايكويشن بتاعت الاسبي. يبقى انا محتاج السنتر موجود، محتاج الريجس مش موجود، ما تجيبوه ازاي؟ هقول لك اجيبه ازاي. بص انا هحاول ايه اقربها لك كده ماشي للايه بالشغل بتاعه. بص يا سيدي، ها انا عندي ادي الكوردينيت بتوعهم، وزي ما قلنا الحصه اللي فاتت يا جماعه ان ده واي اكسس ماشي، اهو الارض بتاعتنا عباره عن واي اكسس اهو، ده كده اللي قدامك ده واي اكسس، واللي على جنب ده اكس اكسس، تمام كده، يبقى ده واي وده اكس اللي هي الارض بتاعتنا، واللي طالع لفوق ايه عباره عن الزد ايه الزد اكسس. اتفقنا ماشي. يبقى هنا عندك ادي ده واي اكسس وده اكس اكسس وده زد اكسس، يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للبلين بتاع الارض بتاعتي. طب هو قال لك ايه؟ قال لك ان ايه، بص اهو بص كده على ورقه، قال لك ان السفير بتاعتنا السنتر بتاعها على الاكس، السنتر على الاكس، السنتر على الاكس، تمام كده. وعندك كمان هي تاتش الواي زد بلين، في الواي زد بلين، ادي الواي زد بلين اهو اللي هو ده، يبقى السنتر هنا وهي تاتش البلين ده، تمام. بص عامله ازاي هي كده بالظبط، ادي السفير اهي، ما دي السفير اهي، السفير السنتر على فكره، السنتر جوه، ها جوه الكوره، السنتر جوه الكوره في النص بالظبط ماشي، موجود على الاكس زي ما انت شايف كده، موجود على الاكس، المفروض دي تبقى تحت كده خلاص كده ماشي، وتاتش البلين ده ماشي، تاتش البلين ده اللي هو واي زد بلين. طب ده معناه ان ريديوس تنس بكام؟ ما هو ريديوس تنس بص من السنتر لغايه الواي زد بلين اللي هو الحته دي اللي هو المسافه اللي احنا مشيناها على ايه؟ على الاكس. من الاخر ما دام تاتش واي زد، ها يبقى انت لو انت واخد بالك هي لعبه الحروف الناقصه برضه، لعبه الحروف الناقصه اللي احنا خدناها واللي احنا اتكلمنا عنها، ما دام تاتش الواي زد يبقى الريديوس لينس ابسوليوت اكس، بس خلاص الحروف الناقصه واي زد يبقى ابسوليوت اكس، تمام كده بس خلاص ماشي. اللي هي ابسوليوت هنا ايه؟ الاكس بكام اصلا؟ الاكس اصلا بايه؟ اللي هي ابسوليوت ايه؟ بس كده تمام. فمتخيل معايا؟ يبقى اول ما يقول لك هي تاتش الواي زد، من الاخر كلمه السير تاتش واي زد يبقى الريديوس ابسوليوت الاكس. طب لو قال لك تاتش الاكس زد يبقى الريديوس ابسوليوت ايه؟ ها الواي، برافو تمام ماشي. طب لو قال لك تاتش الاكس زد يبقى الريديوس ابسوليوت مين؟ المفروض هنا زد بلين ما تاتش اكس واي، دي المفروض واي يا جماعه، يبقى الريديوس ابسوليوت مين؟ ابسوليوت زد اللي هو الحرف الايه؟ الحرف الناقص بس وخلاص ماشي. هو ده القصه كلها ودي اللعبه كلها ماشي. لو مش متخيل تعال نتخيلها في واحده كده، ادي الكوردينيت هم، هي الصوره الجيومتري على فكره ها فيها تخيل زي ما اتفقنا، لازم تشغل دماغك، لازم تشغل البطيخه دي اللي فوق ايه؟ فوق كتافك دي لازم. طيب لو افترضنا ان انت عندك بص ادي الاكس زد بلينهم، ده كده الاكس زد بلين اللي هو الارض بتاعتنا، وقال لك ان السنتر الاكس واي بلين، ده الاكس واي بلين اللي هو الارض بتاعتي، اكس واي بلين اللي هو الارض بتاعتي، وقال لي السفير بتاعتنا موجوده فين؟ هي تاتش الاكس واي بلين، تاتش الاكس واي بلين، والريديوس تنس بتاعها موجود على الزد، دي عامله ازاي؟ بص عامله كده. كده. بص تاتش الاكس واي بلين اهو. تمام كده؟ والريديوس تنس بتاعها هنا، السنتر هنا. ماشي؟ تمام؟ طب ما هو السنتر ده عباره عن ايه؟ عباره عن رقم وزيرو زيرو رقم. هو ده ايه؟ السنتر بتاعنا، زيرو عشان موجود على الزد، موجود على الزد يبقى السنتر بتاعنا زيرو زيرو رقم. ماشي. يبقى المسافه ديت يا جماعه احنا مشيناها، اللي احنا مشيناها ديت ايه؟ هي دي السي اللي هي مثلا 005 002 003 وهكذا، تمام كده ماشي. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الريديوس لينس هو الجزء اللي احنا مشيناه على الزد، سواء كان بوزيتيف سواء كان نيجاتيف، بس خد بالك لو نيجاتيف يبقى الار ابسوليوت السي، مفيش ريديوس لينس بالايه؟ بالنيجاتيف زي ما اتفقنا، مفيش ريديوس لينس بالنيجاتيف، خلي بالك من الحته دي. اتفقنا؟ جميل قوي. تعال نشوف بقى مع بعض السؤال عليها، كام سؤال كده على الكلام دوت ونشوف اللي حصل ايه. يلا يا سيدي خش على السؤال الاولاني، بيقول لي ايه؟
كواليفاي ذا ايكويشن اوف ذا سفير. ماشي، ايكويشن اوف ذا سفير، يبقى انا هسأله سؤالين، هقول له السنتر بكام، هقول له الراديوس بكام. خلي بالك هو قال السنتر موجود على الواي، بس من غير ما اتكلم. السنتر موجود على الواي ده معناه، ها، السنتر موجود على الواي ده معناه ان السنتر بتاعنا عباره عن زيرو ورقم وزيرو، بس الرقم ده بكام لسه مش عارف. ليه؟ عشان موجود على الواي، واي بوينت على الواي معناها ان هي زيرو حاجه بزيرو، زيرو 1 وزيرو 0 مش عارفين لسه. طيب رجع قال لي ايه؟ قال ان السفير بتاعتنا تاتش الاكس زد بلين. السفير تاتش الاكس زد. طب السفير تاتش الاكس زد معناها ايه؟ ها؟ معناها لسه قايلين ان الار ابسوليوت الواي، الحرف الناقص. ماشي؟ طيب ورجع قال لك ان السنتر ان ات ديستنت، السنتر على بعد فور يونت، السنتر على بعد فور يونت فروم ات، السنتر على بعد فور يونت منها. يبقى ده معناه ايه؟ معناها ان ده الريديوس لينس. ما هي الديستنس ديت اللي ما بين السنتر، الديستنس ما بين السنتر ما بين الايه الواي زد الاكس زد بلين هي مين؟ هي الريديوس لينس. يبقى ده معناه الريديوس لينس بتاعنا 4، يبقى 4 ايكوال ابسوليوت واي. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الواي بتاعتك حاجه من اتنين، يا اما بوزيتيف واي يا اما نيجاتيف واي. اه والله العظيم، يا اما بوزيتيف واي يا اما نيجاتيف واي، بس خلاص هو ده القصه كلها. ماشي؟ يبقى احنا عندنا السنتر بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن زيرو وبوزيتيف 4 او زيرو ونيجاتيف 4، الاثنين صح. يبقى انت عندك اثنين سنتر. اه عنده، انا مش عرفني ان هي اصلا ايه؟ هو الريديوس تنس 4. كلمه الريديوس تنس 4 دي معناها ان البوينت بتاعتنا يا اما زيرو السنتر بتاعنا يا اما زيرو و4 و0، يا اما السنتر بتاعنا ها زيرو ونيجاتيف 4 و0. وفي الحاله دي الريديوس لينس بتاعنا ابسوليوت الفور اللي هو ابسوليوت الواي اللي هو 4، وهنا الريديوس لينس بتاعنا ابسوليوت النيجاتيف 4 اللي هو برضه يا جماعه اللي هو برضه 4. بس خلاص ماشي، اكتب بقى ايه، احنا اتفقنا السنتر دي اتش وسي، اكتب بقى الايكويشن في الحالتين وكل سنه وانت طيب. يبقى اكس ماينس الزيرو باور 2 واي ماينس الفور باور 2 زد ماينس الزيرو باور 2 ايكوال ريديوس تنس باور 2 اللي هي 16 اللي هي 4 باور 2. ماشي، احنا اتفقنا ان الزيرو ما بتعملش معاها خالص. يبقى هنا عندنا ايه؟ واي ماينس 4 باور 2 هنا زد باور 2 ايكوال 16. ادي الايكويشن. ماشي، تعالى نجيب الايكويشن الثانيه، اكس ماينس برضه ديت برضه دي اتش سي، اكس ماينس 0 باور 2 بلس واي ماينس اتش بار 2 اللي هي ايه؟ اه ده ماينس نيجاتيف يعني بوزيتيف، ماينس نيجاتيف 4 يعني بوزيتيف 4 باور 2، وهنا هتبقى زد ماينس 0 باور 2، الكلام ده ايكوال 4 باور 2 اللي هي برضه بكام؟ ب 16. طبعا ما فيش حاجه اسمها 0 باكس باور 2 بلس واي بلس 4 باور 2 بلس زد باور 2 ايكوال 16. تمام، وبس على كده، هو ده التو ايكويشن بتاع السفير وكده تمام زي الفل. لو حبينا نتخيلها، انا عارف انت تحب تتخيل لان انت راجل مهندس، بس ما شاء الله عليك وزي الفل يعني. بص يا سيدي، ادي الكوردينيت اهم اهم، ماشي، ده الواي وده الاكس وده الزد. احنا قلنا دايما ده الرسمه بتاعتنا، انا سامع المنظر ده دايما 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 دايما. ماشي، هو السفير بتاعتنا تاتش ايه يا جماعه؟ تاتش الاكس زد بلين. فين الاكس زد بلين؟ هو ده كده، هو ده الاكس زد بلين، هو ده كده. هي بقى تاتش الاكس زد بلين، هي مزاجها كده. بص عاملها تاتش الاكس زد بلين بالمنظر ده كده، والسنتر بتاعها موجود فين؟ موجود على الواي، موجود على الواي. يعني بص عامله كده، عامله كده، هي تاتش اكس زد بلين اهو، والسنتر موجود على الواي، يعني بالمنظر ده كده بالظبط. يبقى ده معناه ان المسافه دي هي ده الريديوس لينس. ماشي، الراديوس لينس بكام؟ هو قال لك ايه؟ قال لك ان السفير على بعد 4 لينس يونت منها، اهو السنتر بتاع السفير، السنتر على بعد 4 لينس يونت من البلين نفسه. معنى كده ان المسافه ديت بكام؟ ب4. طب ليش عرفنا مستر معلش ان السفير الناحيه دي؟ ما ممكن تبقى ورا الحيط عند الجيران، يعني الناحيه الثانيه، صح؟ يبقى الراديوس لينس ممكن يبقى ب4، واحنا اتفقنا لو موجود الناحيه دي، فاكر؟ قلنا الناحيه دي النيجاتيف بارت بتاع مين؟ بتاع الواي، هتبقى بنيجاتيف ايه؟ نيجاتيف 4. يبقى 4 صح ونيجاتيف 4 صح. اوعى تنسى الحلين صح، كتبت حل واحد يبقى تاخد نص الدرجه،
يبقى ما تلومش الا نفسك. ماشي، اللي بعد كده، خش على اللي بعد كده. بيقول يا سيدي find the equation of the sphere اللي السنتر بتاعها اهو، ده السنتر بتاعها وتاتش الاكس وار. بس هي الكلمه دي اللي تهمني يا جماعه، انا سامع نفيسه بتقول لي ان تاتش اكس واي معناها ان الراديوس لينس ابسوليوت الزد. ماشي، حلوه يا نفيسه، برافو عليك، 100 100 صح، هي بتتكلم صح. المفروض هنا الراديوس لينس ابسوليوت الزد، هنا بكام يا استاذ عبد السميع؟ الزد هنا بنيجاتيف 2، يبقى ابسوليوت نيجاتيف 2، يعني ابسوليوت تطلع ب 2. ماشي، خلصت المساله. يبقى الراديوس موجود والسنتر موجود، يبقى مفيش اي مشكله. يبقى اكس ماينس نيجاتيف 5 ماينس دي بوزيتيف 5 باور 2، واي ماينس 1 باور 2، زد ماينس نيجاتيف 2 يعني زد بلس 2 باور 2 ايكوال راديوس لينس باور 2 اللي هي 4. هي دي الايكويشن، بس خلص تمام زي الفل. اللي بعده يلا اسمع، بقول لك ايه؟ بقول لك فاين ذا ايكويشن اوف ذا سفير تاتشز ذا بوزيتيف كارتيزيان بلينز. ايه يعني الكلام ده؟ هقول لك يعني الكلام ده. اند اتس راديوس لينس بكام؟ ب 3، الراديوس لينس بتاعها ب 3 وتاتش 3 بوزيتيف كارتيزيان بلينز. عارف الكلمة دي معناها ايه؟ عارف الكلمة دي معناها ايه؟ وانا مش عارف. هي السفير تاتش 3 بلينز. عارف يعني تاتش 3 بلينز؟ يعني زي ما تجيب كده كورة وتحطها في الكورنر بتاع الأوضة. حطها، هات كورة واعملها، هات كورة كده حطها في الكورنر بتاع الأوضة. يبقى تاتش البلين اكس واي اللي هو الأرض، وتاتش بلين اكس زد، وتاتش بلين ايه؟ واي زد، تاتش 3 بلينز. ها؟ ده ليه معنى ولا مش معنى؟ في ناس وصلت وفي ناس لسه. طب اوصلها لك. ادي يا سيدي البلين بتاعنا اهو، وادي السفير بتاعتي. تمام؟ ماشي. هي تاتش 3 بلينز يعني ايه؟ بص يا حبيبي اهو، معناها كده ان هي كده في الكورنر بالظبط. تمام، الكورة في الكورنر بالظبط. تاتش 3 بلينز، تاتش البلين ده اللي هو اكس زد بلين، وتاتش البلين ده واي زد بلين، وتاتش الارض اكس واي بلين. عارف ده معنى ايه؟ معناه ان الراديوس لينس، ما هو اصلا الرجال كلها قد بعضها. اه والله العظيم الرجال كلها قد بعضها. يبقى ده معناه ان الديستانس من السنتر لغاية الاكس زد هي الديستانس من السنتر لغاية الايه؟ الواي زد، هي الديستانس من السنتر لغايه الاكس واي. يبقى الديستانس هي الديستانس هي الديستانس، ها؟ يبقى السنتر عباره عن ثلاث حاجات قد بعضها. ما انا مشيت معناها ان انا مشيت على الواي قد اللي مشيته، وبص اللي مشيته على الواي قد اللي مشيته على الاكس قد اللي مشيته على ايه؟ على الزد. الثلاثه قد بعض، الثلاثه قد بعض، هو تاتش الثري بلينز، يبقى الثلاثه قد ايه؟ قد بعض. يبقى الاكس قد الواي قد الزد كلهم حاجه ايه؟ حاجه واحده. يبقى اول ما تشوف، بص الناس بقى اللي غير حفظ بقى، ماشي، اول ما تشوف كلمه تاتش البوست في كارتيزيان بلينز تاتش 3 بلينز، يبقى ده معناها ان الراديوس لينس بتاعك ماشي هنا ار هنا ار هنا بس كده خلاص. يبقى التلاته قد ايه؟ قد بعض. يبقى التلاته قد بعض. يبقى اول ما تشوف كلمه تاتش 3 بلينز يبقى ار ار ار، هي المفروض بوستيف ونيجاتيف ار، بس هو قال لك بوستيف بوستيف، يبقى احنا هناخد البوستيف بس. لو مسالها تاتش بلينز وخلاص، يبقى ممكن تاتش بلينز من الناحيه دي، ماشي، يبقى كذا حاجه. يبقى احنا عندنا ايه؟ تاتش البوستيف يبقى هتبقى ار ار ار، ماشي. يبقى هنا عندنا ده بالنسبه للسنتر بتاعنا بس خلاص. يبقى السنتر بتاعنا يا جماعه طلع كام؟ طلع 3 و3 و3، ادي دي واتش وسي. والراديوس لينس بتاعنا بكام؟ الراديوس لينس بتاعنا ماشي ب 3 هو كمان. يبقى الايكويشن بتاعتنا تبقى اكس ماينس 3 باور 2 بلس واي ماينس 3 باور 2 بلس زد ماينس 3 باور 2 ايكوال 3 باور 2 اللي هي بكام يا استاذ؟ اللي هي ب 9. هي دي الايكويشن بتاعت السفير بتاعتي. تمام؟ بص اهي اهي ادي يا سيدي 3 بلينز اهو، ادي اكس ادي واي ادي زد. تمام،
ادي البنين الاولاني اللي هو اكس واي بلين، ده البنين الاولاني ماشي، اللي هو عامل كده، ده البنين الاولاني. ادي البنين التاني، بص هو عامل كده، مش عارف انت شايف ولا لا، المهم مش مهم انت شايف، المهم ان انا شايف. تاتش البنين التاني، بص اهو هو ده البنين التاني اللي هو اكس ايه ايه ده ايه يا عم، ده زد دي، دي زد دي، يا نهار ابيض، دي زد اهي، زد اهي، دي زد اكسس، وهنا ادي البنين التالت اهو، بص اهو ده اللي هو اكس زد ايه، اكس زد بي. فنان والله، والله فنان اهو. ماشي، في السفير ادي السفير اهي، بص تعال نعمل سفير، اختار لون اهي، اللون ده حلو، تعال نعمل سفير. تاتش السليب لينز يعني بص موجوده في الكورنر، في الكورنر المسافه دي هي دي السفير بتاعي ماشي. طيب موجوده في الكورنر، موجوده في الكورنر يعني المسافه من السنتر لغايه البلين الاولاني قد المسافه من السنتر لغايه البلين الثاني، قد المسافه من السنتر لغايه البلين الثاني، يبقى الثلاث مسافات قد بعضها ماشي. يبقى الثري ديستانس، يبقى الديستانس من السنتر لغايه الاكس واي هي الديستانس من السنتر لغايه الاكس زد، هي الديستانس من السنتر لغايه الواي زد ماشي. يبقى الثلاث مسافات قد بعضهم، يبقى ده معناه ان الراديوس، ان السنتر بتاعك عباره عن ثلاث ارقام قد بعض، ثلاث ارقام قد بعض، وهم بص ما هي اصلا المسافه ديت عباره عن راديوس، والمسافه دي عباره عن راديوس، والمسافه دي عباره عن راديوس، يبقى هتبقى ار وار بس. هو ده الرسمة بتاعتنا عشان تبقى واخد بالك وعارف العملية ماشية ازاي ان شاء الله. يلا اقفل وحل، خلي عند الضمير واقفل وحل، بعدين بص شوف انا حليت ازاي. يلا يا سيدي، الكوتش هتبقى بيقول ايه؟ عاوز اجيب الايكويشن بتاعت السفير اللي السنتر بتاعها اورجن بوينت، اورجن بوينت يعني 0 0 0 يعني اتش واي زد، اتش دي سي، ايه ده؟ دي اتش سي، دي اتش سي، ايه والله المساحة خالص اهي تاني. يلا الاورجن بوينت يعني 0 0 0 يعني دي و اتش و سي ماشي. اند كات 5 يونتس فروم ذا بوزيتيف بارت اوف اكس اكسس ماشي. الايكويشن بتاعتك تاتش 5 يونت من البوزيتيف بارت بتاع الاكس ايه اكسس، يبقى السنتر هي الاورجن بوينت وبتقطع 5 يونت من البوزيتيف بارت بتاع الاكس اكسس، ده معناها ان الار بكام؟ بابسيوت 5 اهي، دي معناها كده. بص تخيل بقى، ادي اكس ادي واي ادي زد، هي اس بص السنتر هنا، السنتر هنا اهو، السنتر اورجن بوينت، وتاتش ايه؟ تاتش 5 يونت من، يبقى ده معناها ايه؟ كات 5 يونت، يعني معناها ايه؟ بص اهو، ما هو السنتر هو ايه؟ هو المسافه من الراديوس هو ايه؟ هو المسافه من السنتر ما بين الايه؟ اي بوينت على السيركل، المسافه دي، هو قال لك بتقطع 5 يونت هنا، يبقى ده معناها هو ده الراديوس تنسب، الراديوس تنسب كام؟ ب 5. يبقى انت عندك راديوس تنسب 5 وعندك هنا السنتر اورجن بوينت، يبقى هتبقى اكس ماينس 0 باور 2 بلس واي ماينس 0 باور 2 بلس زد ماينس 0 باور 2 ايكوال ار باور 2 اللي هي ب 25. طبعا الزيرو مالهاش لازمه، تبقى اكس باور 2 بلس واي باور 2 بلس زد باور 2 ايكوال 25، اللي هو اذا انا مش موجود يا مستر، يا حبيبي ما تدخل دي الناحيه الثانيه، بطل بقى، بطل بقى تعبتني، دي 25 هتدخلها الناحيه الثانيه بقى نيجاتيف 25، يبقى تبقى الاختيار الاولاني بس خلاص خلصت. اللي بعده قال لك السفير اللي قدامك دي حضرتك، السفير دي اهي تاتش انهي بلين، عايز اعرف السفير دي تاتش انهي بلين. طيب بص يا سيدي، هو الراديوس تنس هنا بكام؟ الراديوس تنس عمال نمسك اللي بره احطه تحت الروت، هو ده الراديوس تنس، ال 25 تطلع بكام؟ تطلع ب 5، الراديوس تنس ب 5، عندك مانع؟ ما عنديش مانع. طيب هو الراديوس تنس هنا قد مين من دول؟ قد دي، يبقى الراديوس لينس عباره عن، خلي بالك ان ديت ايه؟
هنا بص اهو السنتر اهو، تعال نشوف نجيب السنتر بالمر، يلا هات السنتر بالمر، السنتر اهو دي اتش سي، خد اللي جنب الاكس جنب الواي جنب الزد بعكس الساينات، هتبقى 3 نيجاتيف 5 نيجاتيف 1. حلو، يبقى هنا دي اتش واي وسي، بس خلاص السنتر قد ابسليوت ده، مادام قد ابسليوت ده، مادام قد ابسليوت الواي، ابسليوت الواي يبقى تاتش ايه؟ ها؟ ابسليوت واي يبقى تاتش اكس زد بلي، ايوه تاتش اكس زد بلي، مادام ايه قد ابسليوت، لو قد ابسليوت الاكس يبقى تاتش ايه؟ الحرفين الناقصين واي زد بلي، بس خلاص مش هتكلم كتير. اللي بعد، طيب تعالى شوف نشوف سؤال بقى رقم 12 بقى بيقول لي ايه؟ سؤال رقم 12 بيقول لي ذا ايكويشن اوف ذا سفير السنتر بتاعها جاهز الحمد لله، لا مش قوي، مش جاهز قوي خلي بالك، ماشي؟ هو هنا 3 وام ماينس 1 الواي فيها مشكله بتاعت الايه؟ بتاعت السنتر بتاعها، ماشي؟ او ده دي اتش وسي. اند تاتش ذا كوردينيت اكسس اكس وتاتش كمان الواي اكسس. طيب احنا خدنا الحصه بدل يا جماعه، هو السنتر، السنتر ده السنتر، السنتر ده ايه؟ ده بوينت اساسا. طيب دلوقتي لو هي تاتش الاكس وفي نفس الوقت تاتش الواي، ماشي؟ بص اهو عشان بس تتخيل المنظر، تمام؟ اهو ادي يا سيدي الايه؟ كوردينيت اهو، السفير تاتش اكس، تاتش اكس يعني ايه؟ هو ده الاكس تقريبا، مثلا لو قلنا مثلا لو قلنا ده الاكس تاتش اكس وكمان تاتش الواي، تمام؟ يعني الديستانس من السنتر لغايه الاكس ده الراديوس بدل تاتش اكس، والديستانس من السنتر لغايه الواي ده برضو الراديوس برضو. طب ما الراديوس هنا قد الراديوس هنا، ده حاجه طبيعيه، الراديوس كلها قد بعضها، ماشي؟ يبقى هي دي الفكره بتاعت السؤال. الفكره بتاعت السؤال ايه بقى؟ ان الراديوس اللي هو الديستانس من السنتر لغايه الاكس هي نفس الديستانس من السنتر لغايه الايه؟ الواي اكسس، ماشي؟ طيب افكرك بقى، احنا قلنا ايه الحصه اللي فاتت في حته الديستانس دي؟ لما تحب تجيب الديستانس ما بين السنتر ما بين الاكس اكسس، ها فاكر بعمل ايه؟ ما بين الاكس اكسس بعمل سكوير روت، ايوه سكوير روت، ها ما بين السنتر والاكس الحرفين التانيين باور 2 اللي هو واي باور 2 بلس زد باور 2، ماشي؟ طيب الديستنس دي احنا سميناها ايه؟ سميناها الراديوس، ما بين السنتر ما بين الاكس اكس هي الراديوس، هي نفس الديستنس ما بين السنتر ما بين مين؟ الواي اللي هو الحرفين الناقصين اللي هو اكس باور 2 والزد باور 2 بس. ونكمل بقى بناء على المعلومه دي. طب يلا تعال نكمل بقى، بص هنعمل ايه؟ يبقى الراديوس تنس بتاعه اهو عباره عن سكوير روت الواي اللي هي الواي بتاعت السنتر ام ماينس 1 باور 2 بلس الزد اللي هي 5 باور 2 اللي هي ب 25، الكلام ده ايكوال سكوير روت الاكس اللي هي 3 باور 2 اللي هي ب 9 بلس الزد اللي هي 25، ماشي؟ تمام. طيب يلا يبقى انت عندك هنا سكوير روت اهو، سيبها زي ما هي ام ماينس 1، يبقى انا مشكلتي مستر انا هجيب الام بتاعتنا بكام؟ باور 2 بلس 25 هنا ايكوال سكوير روت، لو حسبنا ده يطلع ب 34، ها اللي هو ايه؟ اللي هو هو ده الريديوس، يبقى كده الحمد لله جبنا الريديوس. يبقى طلع يا جماعه الريديوس تنس بتاعنا بكام؟ بروت 34، ده اول مشكله عندي حليناها، جبنا الريديوس تنس بكام؟ بتاع بروت 34. طب ناقص مين بقى؟ ناقص اكمل السنتر بتاعتنا، لان السنتر بتاعتنا فيها مشكله، الواي بتاعتها مش كامله، يبقى انا عايز اجيب الام بتاعتنا بكام، ماشي؟ طب يلا تعالى نجيب الام بتاعتنا بكام؟ يلا اتصرف ازاي بقى؟ تعال نحل الايكويشن دي، هنطلع منها الام. انا عشان احل اي ايكويشن فيها سكوير روت اعمل باور 2 في الناحيتين، هنعمل باور 2 هنا شلنا الروت، هنعمل باور 2 هنا شلنا الروت، يبقى دي تطلع كام؟ تطلع ام ماينس 1 باور 2 تطلع لتحت روت زي ما هو شلنا الروت خلاص، وهنا تطلع 34 شلنا الروت برضه. ودي 25 الناحيه الثانيه بعكس الساين، طب ام ماينس 1 بتاع فريت ايكويشن انا عارف ايكوال 34 ماينس 25، يبقى عندك هنا اهو تبقى يا سيدي ام ماينس 1 باور 2 34 ماينس 25 تدينا كام؟ تدينا 9، يبقى ام ماينس 1
شيل بقى الباور 2 بقى عشان تخش تجيب الام. لما اشيل الباور 2 اعمل سكوير روت في الناحيتين، عملنا سكوير روت الناحيه عشان الباور 2 هنعمل بوست بولاريتي بسكوير روت الناحيه دي، اهي بوست بولاريتي بسكوير روت ايه 9، تطلع ام ماينس 1 بوست بولاريتي في 3. يبقى عندك الام ليها حلين، يبقى الام بتاعتنا يا شباب ماينس 1 يا اما بوست في 3 يا اما ام ماينس 1 بولاريتي في 3. يبقى من هنا الام هتبقى 3، ده تروح الناحية التانية تبقى بلس 1، تطلع الام بتاعتنا بكام؟ ب4. وهنا ام ده تروح الناحية التانية يبقى نيجاتيف 3 بلس 1 تدينا الام بتاعتنا بكام؟ بنيجاتيف 2. طلعنا الام ليها حلين، يبقى السنتر بتاعنا ليه حلين. يبقى السنتر بتاعنا بص بقى معايا ايه كده اهو، يبقى السنتر بتاعنا اللي هو ام هيبقى 3. طب حط الام مره ب4 زي ما انت طلعتها الحل الاولاني، 4 ماينس 1 ب 3 وهنا 5. طب حط الام بنيجاتيف 2، نيجاتيف 2 ماينس 1 بنيجاتيف 3، يبقى يا اما البوينت اللي في النص دي يا اما بوزيتيف 3 يا اما نيجاتيف 3. بس كده تمام، يبقى انت عندك 2 ايكويشن، يبقى انت عندك ايه؟ 2 ايكويشن. يبقى مره السنت مره الراديوس برود 34 والسنتر ب 3 وال 3 و5، ومره الراديوس روت 34 والسنتر ب 3 ونيجاتيف 3 و5. يلا ايكويشن هنا اكس ماينس 3 باور 2 واي ماينس 3 باور 2 زد ماينس 5 باور 2 ايكوال روت 34. معلش انا بس بزنق هنا شويه عشان اكتب الايكويشن الثاني جنبها، هنا اكس ماينس 3 باور 2، هنا واي ماينس نيجاتيف 3 يعني بلس 3 باور 2، وهي ده الاختلاف الوحيد في الاثنين ايكويشن، ايكوال برضه كام روت 34. ماشي. طب لو جينا بصينا بقى في الاختيارات هنبص نلاقي الحل الصح، بص اهو رقم بي، هو عملت الاثنين ايكويشن في ايكويشن واحده. ايوه اصلا احنا اتفقنا الاختلاف كله في مين؟ في الواي بس، مره بوزيتيف 3 مره نيجاتيف 3 اهو، والباقي كله ايه؟ حاجه ثابته. والناحيه الثانيه طبعا روت 34 المفروض باور 2 تدينا 34، ديت باور 2 هتدينا 34. بس كده خلاص، ده بالنسبه للسؤال اللي على الدور. طيب تعال نشوف اللي بعد كده. سؤالين بقى ايه؟ سهلين، عاوز يجيب السنتر بتاع الايكويشن، السنتر امسك اللي قدام الاكس اعملها باور 2، اللي قدام الواي ديفايد نيجاتيف 2 ديفايد نيجاتيف 2، بس بشرط يكونوا دول ساده زي ما انت شايف الحمد لله ساده. طبق القانون على طول، يبقى اوفر نيجاتيف 2 تبقى 2 على نيجاتيف 2 تبقى نيجاتيف 4 على نيجاتيف 2 تبقى 6 على نيجاتيف 2، هتطلع هنا بنيجاتيف 1 وهنا ب 2 وهنا بنيجاتيف 3 اللي هو سي. اللي بعده مدينا الكوش بتاعت سفير برضه، عايز اجيب الايه الدايمتر لينس، يبقى ايه يعني هجيب الراديوس لينس اعمله تايمز 2، بس اتاكد ان دول ساده الحمد لله ساده مفيش مشكله. بس السنتر بتاعنا هنا اهو هيبقى نيجاتيف 4 على نيجاتيف 2، نيجاتيف 6 على نيجاتيف 2، نيجاتيف 8 اوفر نيجاتيف 2، هتطلع ب 2 و 3 و 4. ماشي، ده بالنسبه للسنتر بتاعنا. طب تعالى نجيب بقى الراديوس بقى. الراديوس قلنا ليها قانون، فاكر بنعمل ايه؟ سكوير روت السنتر اللي احنا جبناه باور 2، يبقى 2 باور 2 اهي بلس 3 باور 2. انا براجع لك بقى الحصه كلها، ها مش باخد بس انا باخد بالك انا بعمل ايه. هنا 4 باور 2 ماينس الدي اللي هي اخر رقم مقفول يبقى ماينس 4 بس، واحسب يا سيدي ده تدينا 4، 4 ماينس 4 يروحوا مع بعض هيتفضل هنا 9، انت احسب بالكالكوليتر 9 بلس 16 تدينا روت 25 اللي هتطلع ب 5. ده الراديوس لينس، اوعى تغلط، بص حاططها لك، لا ركز شويه، ده الراديوس لينس، هو عايز الدايمتر لينس. الدايمتر لينس بقى عباره عن 2 ار يعني 2 تايم 5 يعني حضرتك بتن. بس كده تمام. طيب نيجي بقى لاخر جزئيه بقى في الحصه بتاعتنا عشان بقى ايه خلاص كده بقى قلنا كل حاجه في الدرس الحمد لله مفيش اي مشكله. خلينا نكتب جدا على فكره الحمد لله. طيب اخر بقى جزئيه بقى في الحصه بتاعتنا عايز افكرك بيها، هي احنا قلناها قبل كده في موضوع السيركل في ال2 دي، النهارده بقى نقوله بقى في السفير في ال3 دي، نفس الكلام بالظبط مفيش حاجه جديده. تمام؟ طيب
طيب بس افكرك بس بايه، لو انا عندي تو سفير ممكن يكون عاملين ازاي؟ لو عندك تو سفير ممكن التو سفير دول يكون عاملين ازاي؟ شكلهم عامل ازاي؟ واحد يقول لي ايه؟ يقول لي والله يا مستر بص التو سفير دول ممكن يكونوا بعيد عن بعض. يعني ايه بعيد عن بعض؟ يعني هما ديستنت متباعدتين. يعني بص ادي سفير اهي لا سنتر بتاعها وراديوس تنس بتاعها مالهاش علاقه بالثانيه، ودي سفير اهي برضه مالهاش علاقه بالثانيه مش مشكله خالص. هنا السنتر بتاعها ام، الراديوس تنس بتاعها ار 1، هنا السنتر بتاعها ان، الراديوس تنس بتاعها ار 2. دول ده حاله من حالات الايه؟ السفير بتاعتها. ايوه بعيد عن بعض مخصمين بعض يعني. وممكن التو سفير بتوعنا تصدق يكونوا بص كده يقربوا من بعض شويه. تبقى واحده كده وواحده كده. دي بنسميها يا شباب بنسميها تاتشنج اكسترنالي. لو انت واخد بالك ها؟ يبقى هنا بص اهو ادي ام وهنا ار 1 وهنا ان السنتر الثاني وهنا ار 2. ده حاجه. وممكن التو سفير بتوعنا تصدق ان ممكن يكون عامل ازاي؟ ممكن يكونوا انترسكت، يعني واحده كده والثانيه كده. اه والله ممكن يكونوا كده عادي. ادي ام ادي ان تمام بالمنظر ده. وممكن التو سفير بتوعنا يكون عاملين ازاي تاني؟ يكونوا برضه تاتشنج، بس تاتشنج ايه؟ انترنالي. بلاش هنا خليها الناحية التانية. ماشي ممكن يكون كده اهو نمبر 4 اهي واحدة تاتشنج بس ايه انترنال، يعني واحدة كده واحدة كده. وممكن التوسفير بتوعنا يكونوا عاملين ازاي تاني؟ يكون واحدة جوه التانية مش لازم تاتشنج يعني. واخر حاله ممكن يكون التوسفير بتوعنا يكونوا كده. ايوه دي كل الحالات بتاعتنا. طيب تعال نشوف بقى كل حاله فيهم اسمها ايه ونشوف مميزاتها ايه ونشوف نعرفها ازاي. الحاله الاولانيه يا سيدي اسمها ديستنت، وكلمه ديستنت معناها متباعدتين، جايه من كلمه ديستانس في مسافه ما بينهم يعني. دي التاتشنج اكسترنالي اهي اكسترنالي، ديت انترسكتنج، انتر سيكت ديت تبقى تاتشنج انترنال، انترنالي وديت وان اوف ذيم انسايز اذر، واحده جوه الثانيه ملهاش اسم ده صفه ليها يعني. واخر حاجه يكون لهم نفس السنتر اللي بيسموها كونسنتريك، يعني هاف ذا سيم سنتر. بس يا سيدي ده بالنسبه لحالات الايه؟ التو سفيرز كله. طب انا يا مستر معلش بعرفها ازاي؟ والله بعرفها ان انا بجيب الايه؟ الديستنس ما بين التو سنتر واجيب الايه؟ السم او الديفرنس بتاع التو ريديار. لو لقيت الام ان اللي هي الديستنس ما بين التو سنتر هي هي او اكبر من بص زي ما انت ملاحظ هنا زي ما انت ملاحظ هنا بص الام ان اهي لقيتها بالار 1 والار 2 اكبر منهم في مسافه بينهم يبقى اكبر من ار 1 بلس ار 2. يبقى في الحاله دي اسمها ايه؟ اسمها ديستانت. يبقى لو الام ان اكبر من الصم بتاع التور دي اي يبقى ديت ديستانت متباعدتين. هنا زي ما انت بص واضحه زي الشمس الام ان هي هي الار 1 بلس ار 2 هي هي ار 1 بلس ار 2. فالحاله دي اسمها ايه؟ تاتشنج اكسترنال. عكسها لما تكون تاتشنج انترنالي هتبقى الام ان بتاعتنا قد الار 1 بس المره دي بقى ماينس ار 2. يبقى هنا قد البلس هنا قد الماينس. يبقى بص تاتشنج ايكوال على طول. خدها خدها قاعده تاتشنج ايكوال
اول ما تلاقي التاتشنج ليك اكسترنالي ايكوال البلس، انترنالي ايكوال الماينس، خلاص تمام. طيب وان اوف ذا سايدز اذر، هنا عكس الديستانس، الديستانس الام ان اكبر من الصن، وان اوف ذا سايدز اذر الديستانس اقل من الديفرنس ار 1 ماينس ار. طبعا هنا مش محتاجه ام ان بايه بزيرو، مفيش هما الاثنين حاجه واحده، وهنا انترسكتنج تبقى الام ان اكبر من الماينس واصغر من الايه البلس. بس هقول لك يا مستر السؤال ده بيجي ازاي، هقول لك السؤال ده بيجي ازاي اهو يا سيدي. يلا مدينا ايه، يلا مدينا ده بيقول لي يا شباب مدينا تو سفيرز اهم، تمام، وعاوز يجيب الديستانس ما بين تو سنتر، ده اول مطلوب، وعاوز يجيب اللي هو الام ان، يعني خليك الديستانس ما بين تو سنتر اسمها ام ان، انا افترض ان السنتر بتاع الاولانيه اسمها ام، السنتر بتاع الثانيه اسمها ان، الديستانس بينهم اسمها ام ان، وعاوز يثبت ان هم نوت انترسكت. طب واحده واحده، تعالى نمسك السفير الاولانيه اهو على جنب كده، السفير 1، وهنا السفير الثاني على الجنب الثاني، اخد كل واحده على جنب كده واكلمها لوحدها، تمام، السفير الثاني. طب امسك في الاولانيه، ها السنتر بكام؟ ام مثلا اللي جنب الاكس جنب الواي جنب الزد بعكس الساينات، تبقى بوزيتيف 2 نيجاتيف 4 بوزيتيف 2، ماشي، ده الام، والسن والريديوس دينس اللي بره تحت الروت، اللي بره تحت الروت يبقى روت 1 تطلع ب 1. هنا السنتر بكام؟ سميها ان، جنب اكس جنب الواي جنب الزد بعكس الساينات، يبقى نيجاتيف 4 بوزيتيف 4 بوزيتيف 2، الريديوس دينس امسك اللي بره تحت الروت يطلع ب 2. حلو ماشي، امسك لي بقى التو دي اي دول حضرتك، الاول تعال نجيب الديستانس بين التو ايه زي ما هو مطلوب مني، الديستانس بين حتى لو مش طالبهم انا هجيبهم اصلا، ام ان سكوير روت عشان اشوف العلاقه ما بين الايه التو سفيرز دول. يلا الاكسات ماينس بعضها يبقى 2 ماينس نيجاتيف 4 يعني 2 بلس 4 باور 2، الوايات ماينس بعضها يبقى نيجاتيف 4 ماينس 4 باور 2، الزدات ماينس بعضها يبقى 2 ماينس 2 باور 2، طبعا دي بزيد وخلاص ملهاش لازمة، تطلع بكام؟ تطلع ب 36، وده تطلع ب 10، ده الديستانس ما بين الايه التو سنترز. طب ماشي تعال بقى نجيب الايه ده ار1 ده ار2، نجيب الار1 بلس ار2، ار1 بلس ار2 طلعت ار1 ب1 ار2 ب2 طلعت ب3، ها بتشوف بقى العلاقه ما بين الام ان والصن بتاع التور دي اي، هتلاقي الام ان حضرتك ب 10 والتور دي اي ب 3 اكبر بكتير جدا من الصن بتاع التور دي اي، طول ما ام ان اكبر من الصن بتاع التور دي اي معناها ان هما ديستانت يا مستر، ده دول يا مستر متباعدتين بعيد عن بعض جدا، ما همش علاقه ببعض، اللي هي الحاله الاولانيه اللي احنا شفناها في الصفحه اللي فاتت، فانا ماشي، وده معناها ان هما بعاد عن بعض، بص واحده هنا واحده هنا، واحده في الشرق واحده في الغرب، يبقى دول اكيد نوت انترسكتنج زي ما هو عايز وكده تمام. اللي بعد كده يلا، ها كمان واحده خلاص خلصنا السؤال قبل الاخير، مدينا تو سفيرز ماشي وانا مغمض، وانا مغمض اجيب السنتر والريديوس والسنتر والريديوس وعلى طول وخلاص ماشي. يلا هنتكلم كل واحده لوحدها، سفير 1 سفير 1 سفير 1، السنتر بتاعها اللي هو سميه ام عشان بس ما تخبطش، يبقى ايه شغلنا كل واحد ومفيش حد ايه ينام مني، تمام، السنتر اهو ادي يا سيدي الام اهو، في الحاله دي جنرال ايكويشن، يبقى ايه اوفر نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 2، بس بشرط تكون ساده، الحمد لله ساده مش مشكله خالص. يلا نيجاتيف 2 على نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 على نيجاتيف 2 و 2 على 2، ها تطلع الام بتاعتنا ب 1 1 1. حلو 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 قوي ماشي. الناحيه الثانيه السفير 2 وكمان ده السنتر بالمره الراديوس لينس، الراديوس لينس بقى هنا ليها قانون، سكوير روت ده باور 2 1 ده باور 2 1 وده باور 2 1 ماينس نيجاتيف 1، ما هنا دي اهي دي الدي بتاعتنا المفروض ماينس دي، معلش بس عشان لو انت نسيت اهو، المفروض دي باور 2 بلس اتش باور 2 بلس سي باور 2 ماينس الدي اللي هي اقفل واحده، تبقى ماينس نيجاتيف 1 يعني تبقى بوزيتيف 1، بس احسب حضرتك تطلع بكام؟ تطلع بروت 4 اللي هي ب 2، ده الريديوس لينس الاولاني.
ماشي الاسفير التانية، ادي الاسفير التانية، ها السنتر هنا اللي جنب الاكس جنب الواي جنب الزد، الحالة بقى الأولانية عكس الساينات تبقى 5، تبقى نيجاتيف 2 تبقى 0. الزد مقفل لوحدها، مش مقفل لوحدها عشان جنبها ملوش لازمة، ها ما دام مقفل لوحدها جنبها ملوش لازمة، يبقى 0 على طول. ماشي ده السنتر. طب عندك الراديوس لينس اللي بره تحت الروت دي، مش محتاجة كلام بقى، تبقى روت 4 تطلع بكام؟ تطلع ب 2. جميل جميل جميل. ماشي هتعمل ايه حضرتك بقى؟ هتجيب الديستنس ما بين التو سنتر كالعادة، هتبقى سكوير روت اهو، هيبقى عندك هنا 5 ماينس 1 باور 2 بلس نيجاتيف 2 ماينس 1 باور 2 بلس 1 ماينس 0 باور 2، واحسب يلا هتطلع بكام؟ تطلع ب 16، ودي هتطلع ب تطلع بروت تطلع ب 5، ده الامام. ماشي وهتعمل ار 1 بلس ار 2، ار 1 بلس ار 2 تطلع ب 2 بلس 2 تدينا كام؟ تدينا 4. تمام كده؟ اديتنا كام؟ اديتنا 4. استنى كده تعالى نحسب لي تاني معلش، 4 باور 2 ب 16 16، وهنا ده تبقى 3 باور 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 باور 2 ب 9 معلش 9 بلس 1 غلطنا معلش معلش غلطنا في الحته دي، مفيش مشكله حسابات غلطت حسابات، انت احسب بالكالكوليتر انت عشان ما تتعبش نفسك. يلا ها ده تطلع بكام؟ ده تطلع يا سيدي ب 16 بلس 9 تدينا 25 بلس 1 تدينا ايه؟ 26، تطلع روت 26 بس خلاص كده تطلع ده. ماشي وهنا ار 1 بلس ار 2 طلعت بكام؟ طلعت ب 4. هنشوف بقى العلاقه بقى بين الام ان ما بين اطول مستر، شوف العلاقه ازاي يا ريت. لا يا حبيبي عادي، روت 26 حولها ديسيمال، شوف العلاقه يلا ها، روت 26 اهي، ادي روت 26 هتدينا اس دي عشان تحولها لديسيمال عشان نشوف العلاقه طلعت 5 بوينت حاجه. شكرا 5 بوينت حاجه، يبقى دي طلعت 5 بوينت حاجه اللي هي ابروكسيمتلي 5، ما يبقى 5 بوينت 0 كده ابروكسيمتلي 5. يبقى طلعت الام ان مالها؟ ها اكبر من الار 1 بلس ار 2، ديت 5 بوينت حاجه وديت 4 يبقى اكبر، يبقى دي العلاقه بينهم ايه؟ ايوه سامعك سامعك. تقول لي ديستنت ايه ده؟ ديستنت اهي ديستنت اهي والله اهي ديستنت بس خلاص تمام. ماشي اللي بعده اخر سؤال بقى عندنا، ماشي اسمع بقى بقول لك ايه. بقول لك يا سيدي مدينا تو سفيرز وهم بيقول لك ان هم تانجنشال. ايه ده؟ يا مستر تانجنشال دي احنا خدنا كل الحالات ما خدناش فيها كلمه تانجنشال. لا يا حبيبي كلمه تانجنشال معناها جايه من كلمه تاتشنج، تانجنشال معناها ان هم متماستين، متماستين معناها ان هم تاتشنج خلاص. بس مستر في حاجه هو ما حددليش تاتشنج اكسترنال ولا انترنال، فانا هشتغل على الاثنين، يبقى مره اشتغل على تاتشنج اكسترنالي ومرة اشتغل على تاتشن بايه؟ انترنالي، بس ما دام ما حددش تمام. هو بقى قال ان هما هو عكس هنا السؤال، هو كل مره بيقول هات لي العلاقه بينهم ايه؟ هنا بقى هو مدينا العلاقه ان هما تانجنشال وعاوز يجيب الفاليو بتاعت الكي اللي هي دي حضرتك بس خلاص. طب يلا تعالى نشوف بقى مع بعض. ماشي المفروض لو تاتشن اكسترنالي يبقى الام ان ايكوال ار 1 بلس ار 2 ده تاتشن اكسترنالي، والمفروض لو تاتشنج انترنالي يبقى الام ان ايكوال ار 1 ماينس ايه؟ ماينس ار 2 بس كده خلاص تمام. طيب تعالى نجيب بقى كالعاده نمسك التو سفيرز على جنب كده، الاولانيه سفير 1 السنتر بتاعها 3 و 0 و 3 والريديوس لينس بتاعها سكوير روت تحت الروت تطلع سكوير روت 16 تدينا 4. السفير التانية السفير التانية السنتر بتاعها تبقى نيجاتيف 1 و 4 وكي اللي عامل لي قلق ده انا عايز اجيبها اصلا، والراديوس لينس بتاعها يبقى روت 25 تدينا 5. جميل قوي. هو قال ان هم ايه؟ ان هم ها ان هم تانجنشال يعني تاتشنج اكسترنالي. ماشي يعني تاتشنج اكسترنالي او انترنالي، هنشتغل مره كده ومره كده. ماشي المفروض لو تاتشنج اكسترنالي يبقى الام ان قد الار 1 بلس ار 2. ماشي تعالى نجيب الام ان يلا سكوير روت اهو الاكسات ماينس بعضها تبقى 3 ماينس نيجاتيف 1 يعني بلس 1 باور 2 بلس 0 ماينس 4 باور 2
بلس كي ماينس 3 باور 2. اي حاجه على فكره، اي حاجه بس اي حاجه اللي انت جاي تحطها باور 2 حتى لو ليميت فتطلع بالبوست. الكلام ده يكون ار1 بلس ار2، ار1 ب4 بلس ار2 ب5، يبقى تطلع بكام؟ تطلع ب9. بس حل بقى الايكويشن بقى عاديه خالص زي ما انت متعود. يلا يا سيدي، هتبقى سكوير روت هنا هتبقى 9 بلس 16 تديها 25 بلس هنا كي ماينس 3 باور 2، لسه حالين زي كتير الوشك دي، هنا يكون 9 باور 2 في الناحيتين تبقى 25 كي ماينس 3، شلنا الروت باور 2 شلنا الروت، وهنا اوعى تنسى باور 2 تطلع 81، يبقى عندك هنا كي ماينس 3 باور 2 الكلام ده 81 ماينس 25 يبقى كي ماينس 3 باور 2 81 ماينس 25 تدينا كام؟ 81 ماينس 25 ماينس 25 تدينا 56 اهي 56 تمام ماشي. طيب جميل قوي، احنا هنا عملنا ايه؟ 81 ماينس 25 تمام 4. احنا غلطنا غلطة هنا، عملنا بورتو هنا، عملنا بورتو هنا صح، غلطة هنا غلطة هنا في الحتة دي، بس معلش جمعنا دول غلط، جمعنا دول غلط ماشي. ايوه بس كده معلش، ارجع بقى كده معايا تاني، ارجع معايا تاني. انت عندك هنا ايه؟ 3 بلس 1 4 باور 2 ب 16، 16 بلس 16 تدينا 32، هنا 16 بلس 16 تدينا 32، ايوه 32، يبقى هنا تبقى 32، هنا يبقى 81 ماينس 32، ايوه كده، يبقى عندك 81 ماينس 32، 81 ماينس 32 هتدينا 49، بس كده تمام، تدينا 49 بس. يبقى انت عندك هنا المفروض ايه يا شباب بقى؟ تعمل بقى ايه عشان تخلص من الباور 2 كالعاده؟ بتعمل سكوير روت في الناحيتين، يبقى نقسم الصفحه نصين، تعالى نعملها نكمل هنا. يبقى عندك كي ماينس 3 ايكوال بوستيف ونيجاتيف ايه؟ روت 49، ده بوستيف ونيجاتيف ايه؟ 7. يبقى يا اما كي ماينس 3 ايكوال 7، يا اما كي ماينس 3 ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 7. من هنا الكي بتاعتنا تبقى كي 7 بلس 3 تطلع ب 10، الحل الاولاني. من هنا الكي بتاعتنا نيجاتيف 7 بلس 3 تطلع بنيجاتيف 4، ده الحل التاني ماشي تمام حلو. طب المفروض خليك ان في حل تاني اللي هم لو هم تاتشنج بقى انترنالي، تعال نكتبها هنا فوق، لو تاتشنج انترنالي يبقى المفروض ام ان اللي احنا جبناها، ها اللي احنا جبنا الام ان خلاص مش هنعملها تاني بقى، اللي هو الروت اهي دي ام ان 32 بلس كي ماينس 3 باور 2 ايكوال هنا ايه برضو؟ المفروض بقى الاثنين ماينس بعض، الكبير ماينس الصغير تطلع ب 1 بس كده. اعمل السكوير روت في الناحيه، اعمل باور 2 في الناحيتين، شلنا الروت هيدينا هنا 32 بلس كي ماينس 3 باور 2 ايكوال 1، وادي دي الناحيه الثانيه، يبقى عندك تبقى ايه؟ كي ماينس 3 باور 2 تبقى 1 ماينس 32 يعني نيجاتيف 31. اتفقنا؟ ماشي؟ يبقى هنا دي هتروح الناحية التانية اهي، هتبقى عندك ديت المفروض ايه؟ 5 ماينس 4 ب 1، يبقى هنا هتبقى كام؟ هتبقى نيجاتيف 6. يبقى عندك هنا كي ماينس 3، المفروض بقى الخطوة اللي بعدها بقى بعمل سكوير روت، لما اجي اعمل سكوير روت هنا هبص الاقي نفسي وقعت في الايه؟ في المحظور. ايه ده ايه ده؟ في سكوير مفيش الكلام ده. يبقى الحل التاني اصلا ريفيوز، ده اساسا الحمد لله ان هو ريحني ماشي. يبقى الحل ده ما ينفعش لان اصلا مش عايز اسمها سكوير روت لنيجاتيف نمبر خلاص. يبقى احنا عندنا طلع حل واحد بس اللي هو كام يا جماعه؟ اللي هو 10 ونيجاتيف 4، ده الحل الصح ماشي. وكده بقى احنا خلصنا ماشي الحصه بتاعتنا الحمد لله تمام، وحلينا عليها اسئله كتير جدا ماشي. استهدى بالله كده، خد لك نص ساعه راحه وبعدين ابدا احل الهوم ورك بتاعك عشان ما تنساش وتطبق اللي احنا قلناه تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.